بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. معكم كريم جمعة لنقل وتعليق على مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي دوري السيدات للكرة الطائرة لموسم 2023-2024 في سلسلة البلاي أوفز. نستعرض سريعا تشكيل الجهاز الفني للنادي الأهلي والنادي الزمالك. جهاز الفني للنادي الأهلي مكون من كابتن إبراهيم فخر الدين مدير فني، كابتن محمود الوزير مدرب عام، اللواء إيهاب حسن مدير الفريق، محمد حسن علي محلل الأداء، نشأت نادر مخطط أحمال، الدكتورة هدير وحيد طبيب الفريق، دكتورة ياسمين محمد أخصائي علاج طبيعي، أسماء محمد مدلك الفريق، ندى راشد أخصائي نفسي، محمد شريف أخصائي تغذية. أما بالنسبة لتشكيل الجهاز الفني لنادي الزمالك مكون من كابتن حسام شكري مدير فني، محمد أنور مدرب عام، أشرف عبد العال مساعد مدرب، هبة حسنين مدير إداري، الدكتور بلال مخطط أحمال، عبد الرحمن إبراهيم محلل تقني، سامية ناجح أخصائي علاج طبيعي. تشكيل النادي الأهلي مكون من آية الشامي، ندى وليد ليبرو الفريق، اللعيبة المحترفة تيتيانا بوكان لعيبة مركز أربعة، دعاء غباشي، ندى حمدي، ميار خليفة، سلمى يوسف، مريم ثروت، شروق فؤاد، سارة أمين، مي غزال، آية خالد، علياء هاني، سهيلة وفيق طبعا للإصابة، دعاء محمد، نهال جمال ليبرو الفريق. أما بالنسبة لنادي الزمالك مكون من ندى مرجان، مريم متولي، البرازيلية ملكة، أيس النديم ليبرو الفريق، فريدة هشام، مايا ممدوح، سابين حسن عابد، ياسمين نوح، نوران أحمد، مريم مصطفى ليبرو الفريق، دانا شوقي، هنا الحسن، نور إيهاب عزمي، داليا المرشدي. طبعا حضراتكم دي المباراة الثانية ما بين الفريقين النادي الأهلي ونادي الزمالك. المباراة الأولى كان السلام الوطني طبعا لجمهورية مصر العربية. طبعا بعد السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، الفريقين السنة دي التقوا مرتين. كان مرة في نهائي كأس السوبر وانتهت بفوز النادي الأهلي 3-2 على النادي الزمالك. أما في المباراة الثانية كانت من يومين ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في سلسلة البلاي أوفز، في المباراة الأولى انتهت بفوز النادي الأهلي 3-0 على نادي الزمالك. طبعا بالتوفيق ان شاء الله لبنات الذهب او فتيات الذهب للنادي الاهلي النهارده، ويقدموا مباراه قويه جدا ويقدروا ان هم يحسموا بطوله الدوري النهارده ان شاء الله وما نوصلش لمباراه ثالثه. طبعا حضراتكم عارفين ان المدير الفني المخضرم للنادي الاهلي كابتن ابراهيم فخر الدين يعني ليه صولات وجولات كبيره جدا في الكره الطائره طبعا، فهنشوف النهارده باذن الله كابتن ابراهيم مخطط لايه للمباراه النهارده او التشكيل اللي هيبدا بيه المباراه. زي ما حضراتكم شايفين تشكيل نادي الزمالك مكون من لعيبه مريم متولي في مركز أربعة، ومعاها ملكه البرازيليه اوبوزيت ليها في مركز أربعة، صانعه لعيبه مركز اثنين مايا ممدوح، وليبرو الفريق ايس النديم، ومركز لعيبه النادي الاهلي ايه حمدي الشامي لعيبه مركز اثنين طبعا عائده من اصابه ومن لعبات المخدرمات، اللعبات الكبيره جدا ولها باع طويل قوي في الملاعب الكره الطايره. طبعا تيتيانا يعني معروفه طبعا في جماهير النادي الاهلي، ضاربه قويه جدا، لعيبه من مونتينيجرو محترفه، دعاء غباشي لعيبه مركز أربعة، ايه خالد سنتر بلوك،
دعاء محمد، وميار خليفة لعبة سنتر بلوك، سارة أمين، وليبرو الفريق طبعا ندى وليد. بالتوفيق إن شاء الله لبنات النادي الأهلي أو فتيات الذهب، يقدموا مباراة قوية زي المباراة اللي قدموها في الماتش اللي فات، الماتش الأول ما بينهم، وقدروا إن هم يستطيعوا إن هم يفوزوا في المباراة 3-0. طبعا يعني في تركيز شديد قوي من لاعبات النادي الأهلي إن هم يقدروا يحسموا المباراة النهاردة وما يوصلوش لمباراة تالتة. هنشوف طبعا الخطط اللي هيكون مركز عليها كابتن ابراهيم فخر الدين النهارده، ان هو يقدر يفاجئ نادي الزمالك ويقدر يحسم المباراه النهارده زي المباراه اللي فاتت. طبعا نادي الزمالك طبعا القوه الضاربه فيه تتكون في البرازيليه ملكه لعبه مركز اربعه ومريم متولي، دول عناصر القوه في نادي الزمالك. بس ان شاء الله لاعبات النادي الاهلي النهارده هيكونوا في تركيز شديد جدا ان هم يقدروا يوقفوا لاعبات نادي الزمالك ويقدروا يحجموهم في المباراة. النهاردة أول مفاجآت المباراة بداية كابتن آية الشامي كده تبدأ المباراة، طبعا من العناصر الخبرة ومن العناصر اللي ثقة كبيرة جدا في الملعب طبعا للنادي الأهلي. حكم بياخد دوران الفريقين لبدء المباراة، يعني نادي الزمالك بادئ المباراة بنفس تشكيلة المباراة الماضية زي ما حضراتكم شايفين. الحكم الأول كابتن تغريد بتراجع الدوران مع الحكم الثاني طبعا، عفوا كابتن مشيرة خطاب. مباراة لحظات وتبدأ. زي ما حضراتكم شايفين تيتيانا واقفة في قمة تركيزها، والإرسال مع نادي الأهلي. دعاء غباشي لعيبة النادي الأهلي على الإرسال، تلعب إرسال فلوتر، استقبال ضعيف من نادي الزمالك، كرة ترجع ملعب نادي الأهلي، إعداد من ندى لآية، كرة مضروبة خارج الملعب، خارج الملعب من آية الشامي، يعني كرة كده مرفوعة من أوت أوف سيستم من ندى وليد في مركز اتنين لآية الشامي، كرة تضربها كده بالاستدعاء بس خارج الملعب. على الإرسال مايا ممدوح لعيبة نادي الزمالك، إرسال فلوتر، استقبال من تيتيانا، اعداد من دعاء في مركز أربعة، كرة قوية جدا من تيتيانا من أربعة في أربعة، يعني كرة حلوة قوي، يعني في تلاغم شديد كبير جدا ما بين دعاء وما بين تيتيانا، استقبلتها من مركز أربعة، اعداد في مركز أربعة، بوش باص، كرة نقطة للنادي الأهلي. على الإرسال آية خالد لعيبة النادي الأهلي ولعيبة مركز ثلاثة، إرسال فلوتر، استقبال من نادي الزمالك، اعداد لمريم متولي، بلوك هايل 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 من آية الشامي، قفلتها لها، قفلتها من الاول آية الشامي، بتعبر عن نفسها، رجوع قوي جدا لآية الشامي، بلوك قوي جدا لمريم متولي من مركز أربعة، بلوك قوي جدا من لاعبات النادي الاهلي، قافلين البلوك كويس قوي، ميار وآية، نقطة للنادي الاهلي. تركيز شديد جدا من لاعبات النادي الاهلي على البلوك. ما زال الارسال مع آية خالد، ارسال فلوتر، نقطة مباشرة بالارسال، يعني آية خالد من اللاعبات اللي بتمتاز بالارسال التكتيكي العالي جدا، يعني ارسال ملعوب كده ما بين مركز خمسة وستة ما بين مريم متولي وملكة، اعتمدوا على بعض كده، الكرة تنزل في ملعب نادي الزمالك، تصبح النتيجة 3-1 في بداية الشوط الأول للنادي الأهلي. على الارسال آية، ارسال فلوتر على مريم متولي، إعداد في مركز اتنين لمايا ممدوح، مركز واحد، بلوك هايل 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 من ميار وتيتيانا، قافلين الشبكه مظلمه. لاعبات النادي الاهلي النهارده في تركيز شديد جدا على البلوكات، كوره مرفوعه في مركز واحد مقفول، البلوك النادي الاهلي ظلمها، تركيز من ميار ومن تيتيانا وايه الشامي. ارسال مازال مع ايه خالد، ارسال موجه، كوره كده هتعدي سهله في ملاعب النادي الاهلي، ميار، اعداد من دعاء في مركز أربعة لتيتيانا، كرة حلوة قوي لكن يلموها لعيبة نادي الزمالك، هتعدي سهلة، كرة مضروبة من ملكة كده في مركز ستة، ميار واقفة مركزة، اعداد من ايسل، اعداد في مركز ستة، كرة في نت الشبكة، نوت باص، الحكم يحسبها فور باص على نادي الزمالك. يعني انت لو حضراتكم واخدين بالكم التركيز من الارسالات النادي الاهلي متوجهه على مريم متولي وعلى ملكه عشان يخرجوهم عن الجيم خالص من الاول، يعني تركيز من اي خالد. طبعا كابتن حسام شكري خد تايم اوت عشان السكور فرق من بدايه الشوط 5-1 للنادي الاهلي،
يعني احنا شايفين شغل كابتن ابراهيم بادئ من الاول، الارسالات متوجهه على لاعبات مركز 5 ومركز 6، لاعبات مركز 4 في نادي الزمالك، ان احنا نقدر نوقف القوه الضربه في نادي الزمالك. انت لو قدرت توقف مريم متولي من الاول هتقدر تسهل على نفسك الجيم. يعني زي ما حضراتكم شايفين كابتن ابراهيم، كابتن محمود الوزير، كابتن ديمتري مركزين جدا على السكاوتنج على نادي الزمالك، ضاغطين من الاول بالارسال القوي الموجه على نادي الزمالك. ان شاء الله تكمل على كده وفتيات الذهب يكملوها على خير باذن الله. ما زال الارسال مع ايه خالد لاعيبه مركز 3 النادي الاهلي. ارسال فلوتر، ارسال موجه على ملكه، استقبال، اعداد، كره في مركز 4 هتعدي سهله في ملعب النادي الاهلي، تتلم هتعدي سهله من ايه الشامي في ملعب نادي الزمالك، مويه ممدوح، اعداد، كره مسقطه كده تطلع، يعني كره دانا شوقي كده حطيتها سكند باس في ملعب نادي الاهلي، حاولت عليها دعاء تعمل عليها تراي بس ما عرفتش، بس جود تراي يا دعاء، يعني روح النادي الاهلي النهارده هتكون ان شاء الله سيده في المباراه من الاول. على الارسال مريم بتولي لاعيبه نادي الزمالك بتلعب ارسال فلوتر، استقبال من تيانا، اعداد من دعاء في مركز 3 الميار، لكن حائط صد واقف من نادي الزمالك قدر ان هو يوقف ميار. دبل بلوك كده من لاعبات نادي الزمالك، من ملكه ولاعيبه مركز 3 قدروا ان هم ياخدوا بلوك النادي الزمالك. لعيبه رقم 1 ندى مرجان، ارسال مريم بتولي، استقبال من تيتيانا، اعداد من دعاء، هاي باس كده لتيتيانا هتعدي سهله، كره اسكات كده بذكاء من تيتيانا، كره لقيتها مزنوقه من دعاء حطيتها بليس في نص ملعب نادي الزمالك، لقيته مؤخرين في الدفاعات، نقطه للنادي الاهلي. يعني تيتيانا العقل المدبر والقوه الضاربه في النادي الاهلي قدرت الكره تكون مزنوقه كده بليس بتفكير شديد، نقطه للنادي الاهلي. ارسال استقبال مريم متولي، اعداد من دانا في مركز 4 لملكه، كره مضروبه من 4 كده في مركز 5، يعني ميار ارمي ايدك الشمال شويه في البلوك، ناخر شويه مع ملكه وهنقدر ان شاء الله ان احنا نوقفها. النتيجه في الشوط الاول 6 النادي الاهلي 4 نادي الزمالك. على الارسال ندى مرجان لاعيبه مركز 3 لنادي الزمالك المنضمه حديثا لنادي الزمالك، طبعا تفكير شديد من كابتن ابراهيم فخر الدين، طبعا تركيز. ارسال من ندى مرجان، استقبال من ميار، كره اعداد لتيتيانا في مركز 4، كره مضروبه في اخر الملعب ولكن خارج الملعب، يعني استقبال بس الكره الاولى، اهو شايفين لاعبات النادي الاهلي بيقولوا تركيز بس الكره الاولى توصل الكره لدعاء ان شاء الله وتكون كل حاجه بعد كده اسهل. تعتذر تيتيانا لدعاء كده، ودعاء بتقول الفنت اللي هيتلعب في الكوره الجايه ان شاء الله. ارسال مازال مع ندى مرجان، ارسال فلوتر، استقبال من دعاء، اعداد من دعاء، كوره في مركز 4، عطتش بلوك من تيتيانا بتضرب من عالي من اعلى حوائط الصد، يعني المرشدي مش قادره تعمل لها حاجه، تيتيانا ارتقائها عالي جدا مع الطول كمان، بتضرب زي ما حضراتكم شايفين كده من اعلى حوائط الصد، كوره عطتش اوت بره الملعب، نقطه للنادي الاهلي. على الارسال تيتيانا المونتينيجرو، من مونتينيجرو محترفه النادي الاهلي، تركيز شديد من تيتيانا، تلعب ارسال فلوتر من مركز 1، ارسال خارج الملعب. يعني حضراتكم شايفين طبعا ارسالات النادي الاهلي متوجهه ما بين مركز 5 و6 على لاعبات مركز 4 في نادي الزمالك لوقف الهجوم، وطبعا ده تكتيك كبير قوي من كابتن ابراهيم. على الارسال دانا شوقي صناعه العاب نادي الزمالك، ارسال فلوتر من دانا، استقبال من ميار، اعداد من دعاء، الكره في مركز 4 لدعاء غباشي، كره حلوه قوي من دعاء ما قدرش بلوكات نادي الزمالك يعملوا لها حاجه، يعني دعاء محمد صناعه العاب النادي الاهلي بتعتمد على البوش باس، كره سريعه جدا عشان لعيبه مركز 3 في نادي الزمالك ما يقدروش يضموا عشان عندهم طوال قامه فما يقدرش يضم في البلوك. على الارسال ميار خليفه لعيبه مركز 3 من النادي الاهلي، ارسال فلوتر، استقبال ضعيف من ايسل، اعداد في مركز الكوره كده معديه سهله في ملعب النادي الاهلي، اعداد من دعاء في مركز 4 لدعاء غباشي، كوره بريست ايديها كده حاولت ان هي تهرب من بلوك من ملكه كده على اللاين، بريست ايديها بس الكوره خرجت من دعاء، ولا يهمك يا دعاء تتعوض في الكوره الجايه ان شاء الله. يعني الكوره مرفوعه كده في مركز 4 لدعاء غباشي، حاولت بريست ايديها كده على اللاين تضرب الكوره ولكن الكوره خارج الملعب. الارسال مع ملكه لاعيبه نادي الزمالك المحترفه البرازيليه بتلعب، ارسال فلوتر، استقبال من دعاء غباشي، اعداد في مركز 3 لايه خالد تحط كره مسقطه كده هتعدي في ملعب النادي الاهلي، كره اعداد من دعاء في مركز 1 لتيتيانا هتعدي في ملعب نادي الزمالك،
يعني دربكه كده في ملعب الفريقين، كره هتعدي سهله من مايا ممدوح، ديفنس من ندى وليد، كره في مركز أربعة، تاتش بلوك، تاتش بلوك باينه باينه طبعا الكره تاتش بلوك، يعني اعتراض من نادي لعيبه نادي الزمالك لكن الكره باينه ان هي ملعوبه على التاتش بلوك، يعني كابتن مشيره بتقول ان الكره لا كره تاتش بلوك ممنوع الاعتراض، كره واضحه جدا انها تاتش بلوك، يعني دعاء غباش لعيبه ذكيه جدا قدرت تلعب الكره على التاتش بلوك، كره مش عاليه قوي قدرت تلعبها على التاتش بلوك، بلوك على نادي الزمالك، نقطه للنادي الاهلي، 9 النادي الاهلي 7 نادي الزمالك في الشوط الاول. يعني مجريات الشوط كده ماشيه سريعه. على الارسال دعاء محمد لعيبه النادي الاهلي صناعه الالعاب، ارسال ضعيف استقبال من ايسل ضعيف، كوره هتعدي سهله ملعب النادي الاهلي، تشانس ندى وليد، اعداد من دعاء في مركز أربعة، كوره كده بريست ايديها حاولت تعديها دعاء غباشي كده بريست ايديها من أربعة في أربعة، بس ريست ايديها فتح لبره، كوره خارج الملعب، يعني كانت نقطه تبقى سهله قوي للنادي الاهلي، كانت كونتر كده جاي لنا سهله كنا نقدر نفرق بالسكور اكتر، لكن ولا يهمنا ان شاء الله تتعوض في الكوره الجايه. على الارسال داليا مرشدي لعيبه مركز 3 نادي الزمالك، استقبال ممتاز من لعيبه النادي الاهلي، اهداف في مركز 3، كوره مع يعني محمله كده كابتن مشيره بتقول ان الكوره كاري او كوره محمله من لعيبه النادي الاهلي. نتيجه 9-9 الشوط الاول. على الارسال داليا المرشدي لعيبه مركز 3، استقبال من ندى وليد، اعداد من دعاء، كوره في مركز 6 كده، كوره مرفوعه بايب لتيتيانا، بس الكوره خارج الملعب شويه، مش خارج خط ال 3 متر، مش مريحه شويه، هي حتى بتقول لها ودخلي لي الكوره جوه شويه يا دعاء، كوره خارجه لبره شويه كده، يعني نحاول ان احنا نظبط الكوره الجايه يا دعاء. ما زال الارسال مع لعيبه نادي الزمالك داليا المرشدي، ارسال فلوتر استقبال من تيتيانا، اعداد من دعاء في مركز 4 لآية الشامي، كره مضروبه ديفنس من نادي الزمالك، كره في مركز 4 لمريم متولي خارج الملعب، شكرا يا مريم، شكرا، عايزين من الكور دي كتير يا مريم، كره مضروبه من مريم متولي خارج الملعب، يعني حاولت كده تهرب من بلوكات النادي الاهلي لكن خارج الملعب، شكرا يا مريم، هديه مقبوله منك وعايزين من الكور دي كتير. على الارسال دعاء غباشي لعيبة النادي الاهلي، ارسال فلوتر موجه على مريم متولي، اعداد من دانا في مركز 3، ندى مرجان كده بتحاول تلف بس ديفنس صحي النادي الاهلي، كوره مرفوعه لآية الشامي في مركز 2، اعداد في مركز 1 لملكة، كوره على التاتش بلوك، اعتمدوا على بعض يعني دعاء ودعاء غباش الاثنين اعتمدوا على بعض كده، دخلوا على بعض، كوره كانت سهله قوي بس دخلوا على بعض، تتعود يا بنات في الكور الجايه، زي ما حضراتكم شايفين كده دعاء ودعاء غباش الاثنين دخلوا على بعض، مركز 1 ومركز 6 كده دخلوا على بعض، اعتمدوا على بعض ولا يهمكم. على الارسال مايا ممدوح لعيبه مركز 2 من نادي الزمالك، ارسال فلوتر استقبال ضعيف، الكره نقطه مباشره لنادي الزمالك من مايا ممدوح، ولا يهمك يا تيتيانا، تركيز شديد يا بنات على الكور الجايه على الاستقبال، يعني فيرست باس، كل ما الكوره هتبقى فيرست باس استقبال مظبوط هنقدر ان احنا نسهل على بعض الجيم. ارسال من مايا ممدوح، استقبال ندى، اعداد في مركز 4 تيتيانا، كوره قويه جدا، كوره مسالت، نقطه للنادي الاهلي، يعني كوره مضروبه من تيتيانا في مركز 4 في 4 كده دفاعات نادي الزمالك طلعوها، لكن ايه خالد واقفه بالمرصاد على الشبكه حطيتها بليس من فيرست باس زي ما حضراتكم شايفين، واقفه مركزه جدا، ندى مرجان حاولت معاها لكن ايه خالد بذكاء كده تحطها بريستي ده ناحيه مركز 1، نقطه للنادي الاهلي. على الارسال ندى خالد، استقبال من ملك اعداد من دانا شاوي في مركز 1 لمايا ممدوح، يعني بلوكاتنا مفتوحه، يعني ميار ندخل ايدينا شويه، ميار ايدك لو داخله جوه اكتر وركزتي في البلوك هنقدر ناخد بلوكات اكتر يا ميار، يعني كره اعداد من دانا في مركز 1 لمايا ممدوح، نقطه لنادي الزمالك، نتيجه 13 نادي الزمالك 11 النادي الاهلي في الشوط الاول. ارسال من مريم متولي، استقبال ضعيف، نقطه مباشره للنادي الاهلي لنادي الزمالك عفوا، يعني نركز شويه يا بنات في الاستقبال، يعني لحد دلوقتي ارسالين ايس ورا بعض لنادي الزمالك، يعني نحاول نركز شويه في الاستقبال، هنشوف طبعا كوتش كابتن ابراهيم هيعمل ايه في موضوع الاستقبال. ارسال استقبال ممتاز، اعداد في مركز 2 لآية، كوره من غير بلوك لكن استقبال ديفنس من نادي الزمالك، كره هتعدي من مريم متولي سهله، كره هترفع من دعاء في مركز من مركز 4 لتيتيانا، كره مضروبه على التاتش بلوك، كرة داخل الملعب،
كابتن مشيرة بتشير ان الكرة داخل ملعب النادي الزمالك، كرة مضروبة في مركز 6 في نادي الزمالك، نقطة للنادي الاهلي. يعني عايزين تركيز اكتر من كده يا بنات. الدوري يا اهلي. كرة مضروبة قوية جدا من تيتيانا على الارسال، نجمة الفريق آية الشامي لعبة مركز 2 تلعب ارسال على ايسل. اعداد كرة مضروبة من مركز 3 من نادي الزمالك من ندى مرجان. اعداد لملكة في مركز 4 كرة مضروبة ديفنس من ندى وليد هايل. اعداد في مركز 4 لتيتيانا تحط كرة مسقطة كده في ملعب نادي الزمالك. ميار حلو، كرة حلو قوي يعني، كرة دعاء كده على سن الشبكة بذكاء حطت الكرة. لو لعيبة نادي الزمالك كلهم واقعين في الأرض كده، كرة بليس من دعاء محمد صناعة لعيبة نادي الأهلي كده في مركز 5 كده، لعيبات نادي الزمالك ما قدروش إن هم يعملوا لها حاجة. على الإرسال آية الشامي، إرسال فلوتر موجه على ملكة. إعداد من دانا شاوي، كرة في مركز 6 بلوك هايل يا ميار. برافو يا ميار، هايل كده يعني يا ميار، أنت عندك أكتر من كده، هايل هايل هايل. كرة مرفوعة في مركز 6 لمايا ممدوح، يعني كابتن نادي الزمالك بيحاول كده ان هو يهرب مايا ممدوح، بدل ما تضرب من مركز 1 تضرب من مركز 6، لكن بلوكات النادي الاهلي واقفة مصحصحة. على الارسال آية الشامي، استقبال من ايسل. اعداد من دالة في مركز 4 الملكة، هتلعب على التاتش بلوك. كرة على التاتش بلوك، يعني واضحة يا بنات ان الكرة قصيرة جدا، هيلعب على التاتش بلوك. يعني كابتن حسام شكري بيحاول ان هو يعتمد على الضرب من مركز 6 بمايا ممدوح، بدل ما تضرب من مركز 1 بتضرب من مركز 6. بس ان شاء الله بلوكات النادي الاهلي تبقى مركزه على الجزئيه دي. على الارسال ندى مرجان لعيبه مركز 3 من نادي الزمالك، ارسال نادي الزمالك، ارسال فلوتر من مركز 5، استقبال من دعاء غباشي. اعداد من دعاء في مركز 4، كره مضروبه قويه جدا من تيتيانا ترجع تاني في ملعب النادي الاهلي. كره في مركز 1 مضروبه من آية الشامي، كره كده يعني اوت اوف سيستم من ميار، يعني ميار محتاجين ندخل الكره جوه شويه. كره مرفوعه لايه في مركز 1، حاولت ان هي تتصرف فيها آية الشامي تحطها في ملعب نادي الزمالك، ولكن ريستي ده اتفتح لبره، الكره اوت، نقطه لنادي الزمالك. النتيجه 16 نادي الزمالك 14 النادي الاهلي في الشوط الاول. ما زالت ندى مرجان على الارسال بتلعب ارسال تكتيكي كده من مركز 5 من اخر الملعب، استقبال من دعاء ممتاز. اعداد من دعاء في مركز 3 ميار، كره تتلم من ندى وليد. اعداد في مركز 4 كره لتيتيانا، كره قويه جدا ولكن بلوكات من نادي الزمالك. يعني يا بنات محتاجين يعني كفر على الكوره اكتر من كده. بلوك من دانا شوقي وداليا المرشدي على تيتيانا، كره مرفوعه كده في مركز 4 لتيتيانا، نقطه لنادي الزمالك. ما زالت ندى مرجان على الارسال لعيبه مركز 3 نادي الزمالك، تلعب ارسال كده من اخر مركز 5 كده، ارسال طويل، استقبال من تيتيانا. اعداد من دعاء محمد، كره في مركز 4 لتيتيانا، كره مضروبه حلوه قوي يا تيتيانا. ايوه كده يعني عايزين نرجع في الجيم. كره استقبال من تيتيانا، اعداد من دعاء محمد، كره بوش باس تيتيانا في مركز 4، كره مضروبه لا تصد ولا ترد من تيتيانا، نقطه للنادي الاهلي. حاولت فيها ندى مرجان في مركز 5 انها تعمل عليها ديفنس، لكن الكره كانت اصعب واقوى. كابتن ابراهيم بيوجه تيتيانا بيقول لها الارسال هيتوجه فين، ارسال فلوتر من مركز 1 على ملكه برازيليه. اعداد في مركز 1 لمايا ممدوح، حاولت تلف كده بريست ايديها ناحيه مركز 5 لكن خارج الملعب، بس هتروح فين؟ ندى وليد واقفه بالمرصاد برده، حتى لو الكره في الملعب عندنا ندى وليد. بسم الله ما شاء الله. طبعا ندى وليد لسه حاصله على احسن ليبرو في دوره الالعاب الافريقيه في غانا. ارسال تيتيانا في مركز 1 على ملكه. اعداد في مركز 4 بتلعب على التاتش بلوك، تاتش بلوك. طبعا الكوره يعني لاعبات النادي الاهلي بيعترضوا الكابتن مشيره، بيقولوا له الكوره مضروبه خارج الملعب، ولكن كابتن مشيره لها راي تاني بتقول ان الكوره تاتش اوت لنادي الزمالك. يعني زي ما حضرتك شايفين كده في الاعاده، كره مرفوعه من دانا لملكه، هي كره كانت يعني مقطومه قصيره شويه لكن ملكه قدرت ان هي تتصرف فيها. تغيير في ملعب النادي الاهلي، خروج آية الشامي ونزول ساره امين. على الارسال دانا شاوي صانعه العاب النادي الزمالك بتلعب ارسال فلوتر من مركز 1،
استقبال من ندى وليد هايل، كرة اعداد في مركز واحد، كرة حلوة قوي من تيتيانا، كرة مرفوعة في مركز واحد من دعاء محمد صناعة ألعاب النادي الأهلي لتيتيانا، كرة حلوة قوي مضروبة على اللاين كده، كرة لا تصد ولا ترد من دعاء في مركز واحد لتيتيانا مضروبة على اللاين صاروخ على التاتش بلوك، ما قدرش بلوك نادي الزمالك يعمل لها حاجة. على الإرسال ميار خليفة لعيبة مركز 3 من النادي الأهلي بتلعب رسالة من مركز 5، رسالة فلوتر على مريم متولي أداة من دانا شوقي، كورة في مركز 3 كده يعني آية خالد كانت مؤخرة شوية، كورة من داليا المرشدي، كورة مرفوعة وان كده أو سريع في منتصف الشبكة النادي الزمالك، ما قدرتش آية خالد إن هي تعمل لها حاجة، الكورة مضروبة كده في مركز 6 في ملعب النادي الأهلي. نتيجة 19 نادي الزمالك 17 النادي الأهلي في الشوط الأول. على الإرسال ملكة، إرسال رسال بتلعب رسال تنس كده وهي واقفة بتوجه الإرسال، ولكن الإرسال خارج الملعب. شكرا يا ملكة، يعني محتاجين تضيعونا رسالات أكتر من كده شوية. على الإرسال دعاء محمد صانعة ألعاب النادي الأهلي رقم 20، تركيز شديد من دعاء، تلعب رسال فلوتر من مركز واحد، رسال على ايسل ليبرو فريق نادي الزمالك، اعداد في مركز 4 مريم متولي، كوره كده اوفر هاند من مريم ندى وليد، كوره مع اعداد في مركز 6، كوره حلوه قوي حلوه قوي، كوره مرفوعه من دعاء محمد لتيتيانا في مركز 6، حطيتها كده بليس في منتصف ملعب نادي الزمالك، نقطه للنادي الاهلي. يعني تيتيانا هي بترجع في الجيم، لسه تيتيانا عندنا اكتر من كده. على الارسال دعاء محمد صناعة العاب النادي الاهلي، ارسال فلوتر استقبال من ملك اعداد في مركز 2 لمايا ممدوح، كوره مرفوعه من دانا شوقي في مركز 2 لمايا ممدوح، قدرت تتصرف فيها كده وتعديها في ملعب النادي الاهلي. يعني ايه خالد ضمت متاخر شويه، كوره مضروبه في مركز 6 تتعوض يا بنات ان شاء الله. على الارسال المرشدي داليا المرشدي، ارسال في مركز 4 اعداد في مركز 3 لايه خالد، لم من ملكة اعداد في مركز 2 لمايا ممدوح، هتحط سكوت ندى وليد تطلع الكره تفنس، كره مرفوعه في مركز 6، كره مضروبه حلوه قوي ولكن خارج الملعب. يعني ندى وليد عملت عليها تراي كده ولا اروع، الكره تترفع في مركز 6 لتيتيانا، كره مضروبه خارج الملعب. يعني كوتش كابتن ابراهيم واخد خد تايم اوت عشان السكور فرق 2 بونت لنادي الزمالك. يعني كابتن ابراهيم اهو بيتكلم بيقول ان احنا عندنا حاجات لازم نشتغل عليها اكتر من كده، يعني توجيه من كابتن ابراهيم. وطبعا كابتن حسام شكري برضو بيوجه لاعبات نادي الزمالك، يعني ان شاء الله بعد التايم اوت ده نقدر ان احنا نرجع في الجيم. يعني كابتن ابراهيم باصص اهو على السكور، وكابتن محمود الوزير طبعا بيتكلم بالسكاوتنج، طبعا كل حاجه مدروسه طبعا وبيبقوا محضرين لها كويس، فان شاء الله بعد التايم اوت ده نقدر ان احنا نرجع في الجيم. تغيير نادي الزمالك نازلة على الإرسال سابين حسن عابد مكان داليا المرشدي، يعني ده تغيير لتقوية الإرسال في نادي الزمالك، تغيير كده في ملعب نادي الزمالك. على الإرسال سابين حسن عابد تلعب إرسال فلوتر من مركز 5، إرسال فلوتر استقبال من سارة أمين، إعداد من دعاء في مركز 2، كرة مضروبة على اللاين كده تلم في ملعب نادي الزمالك، ضرب مريم متولي، كرة على التاتش بلوك كده في آخر ملعب النادي الأهلي في مركز 5، نقطة لنادي الزمالك. 22 نادي الزمالك 19 النادي الأهلي في الشوط الأول. لسه الشوط يا بنات، لسه كتير. على الإرسال سابين حسن عابد، سال فلوتر من مركز 5 نادي الزمالك، استقبال من ندى وليد، اعداد من دعاء في مركز 6 لتيتيانا، هتحط كره مسقطه كده تلم في ملعب نادي الاهلي تاني، اعداد من دعاء في مركز 4 لساره امين تحط بليست تطلعها، دانا شوقي اعداد لمايا ممدوح في مركز 2 تطلعها ديفنس تيتيانا، كره ترفع في مركز 2 على التاتش بلوك، كره رايحه جايه كده ما بين الفريقين، كره هتعدي من مايا ممدوح سهله ديفنس، من كره مضروبه قويه جدا خارج الملعب. يعني ندى وليد حاولت في الكوره، دعاء بترفع الكوره في مركز 6 لتيتيانا، حاولت كده تهرب من بلوكات نادي الزمالك على مركز 5 لكن خارج الملعب. النتيجه 23 نادي الزمالك 19 النادي الاهلي في الشوط الاول. ما زالت سابين حسن عابد على الارسال، تركيز من لاعبات الاهلي على الاستقبال،
استقبال من ندى وليد، اعداد من دعاء، كرة هتعدي سهلة من سارة امين، كرة سابين كده تطلعها، كرة اعداد من دانا في مركز ثلاثة، كرة تلم من ندى وليد، كرة هايلة من ندى وليد، اعداد في مركز اربعة لسارة امين هتعدي في ملعب نادي الزمالك، اعداد في مركز اثنين لمويا ممدوح، بلوك هايل، ايوه كده ايوه كده، ركز يا بنات نقدر نرجع في الجيم، بلوك هايل من سارة امين، كرة مرفوعة في مركز اثنين لمويا ممدوح، سارة امين وآية خالد قفلوها صح، وكرة حلوة قوي، بلوك نموذجي من لاعبات النادي الاهلي، نقطة 20 للنادي الاهلي، 20 النادي الاهلي 23 نادي الزمالك، على الارسال دعاء استقبال دانا اعداد في مركز اربعة لمريم متولي، كرة تلم من تيتيانا هتترفع في مركز اثنين لسارة امين، كرة حلوة قوي على التاتش بلوك من سارة امين، يعني سارة امين كده ما قدرتش ان هي ترجع عشان تاخد خطوات الشوط، لعبتها بذكاء وبخبرة كبيرة جدا على التاتش بلوك مع مريم متولي، زي ما انتم شايفين كده على التاتش بلوك مع مريم متولي ما قدرتش تعمل لها اي حاجة، ايوه كده، عاش يا بنات النادي الاهلي، شوية تركيز كمان هنقدر نرجع في الجيم، طبعا كابتن حسام شكري خد تايم اوت عشان لاعبات النادي الاهلي قدروا ان هم يحصلوا على نقطتين ورا بعض مباشرين، هايل يا بنات، يعني لسه عندنا اكتر من كده، طبعا كابتن ابراهيم يمتاز بالهدوء الشديد في توجيه التعليمات وتركيز شديد من لاعبات النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، يعني بيوجه دعاء محمد النادي طبعا صانعه العاب النادي الاهلي بيقول لها على الفنت او التكتيك اللي هو هيشتغل بيه في الكور الكونتر او في الكور اللي هتعدي لنا سهله ان شاء الله، تركيز شويه يا بنات، يعني لسه الشوط في الملعب، مازال الارسال مع دعاء غباشي لاعبه مركز أربعة النادي الاهلي، تركيز من دعاء، بتلعب ارسال طبعا فلوتر جام موجه، طبعا خلاص بقينا عارفين الارسال هيتلعب ما بين مركز خمسة وستة لاعبات مركز، غيرت والله لعبه ارسال في مركز واحد، اعداد في كره هتعدي سهله في ملعب النادي الاهلي، كره تلم من دعاء، اعداد من دعاء محمد في مركز اربعه لتيتيانا، كره مضروبه قويه جدا لا تصد ولا ترد، ايوه كده يا تيتيانا، ايوه كده، نرجع يا بنات في الجيم، كره مرفوعه جام باص حلوه قوي من دعاء محمد، كره مرفوعه لا تصد ولا ترد من تيتيانا، تكشر عن انيابها تيتيانا في الكره دي، كره مضروبه قويه جدا، يعني ندى مرجان حاولت هي و ولاعبات نادي الزمالك انها تحاول تعمل عليها بلوك لكن ما قدرتش، هي ومايا ممدوح على الارسال دعاء غباشي، ارسال فلوتر، استقبال متوسط من مريم متولي، الكره تعدي سهله سهله، كره سهله يا تيتيانا، يعني مريم متولي حاولت كده تخلص من الكره ولكن تيتيانا ما قدرتش ان هي تطلعها، ولا يهمك لسه الجيم، نتيجه 22 النادي الاهلي 24 نادي الزمالك، لكن لسه كره مضروبه كده بريست ايديها سهله قوي، حاولت تسحب ايديها تيتيانا ولكن كابتن ابراهيم بيقول لها الكره سهله قوي، طبعا كوتش ابراهيم خد تايم اوت تاني، تايم اوت ده مهم قوي، يعني لازم 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 نركز على الفيرست باس او الاستقبال الكره الاولى، وبعد كده طبعا دعاء هتقدر تشغل الملعب بطريقه مظبوطه وتخلخل بلوكات نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين، كابتن ابراهيم طبعا وكابتن محمود الوزير التعليمات متواصله، كابتن محمود الوزير على اللابتوب طبعا والداتا فولي والسكاوتنج شغال دايما، على الارسال مايا ممدوح لعيبه مركز اثنين لعيبه نادي الزمالك، تلعب ارسال من مركز واحد فلوتر جامب، استقبال من ندى وليد، اعداد في مركز اربعه لتيتيانا، كوره مضروبه قويه تتلم من ايسل، اعداد في مركز اربعه لمريم متولي، كوره على التاتش بلوك لكن تتلم، كرة كده حلوة من ندى وليد ترفع مركز أربعة لتيتيانا، كرة مضروبة حلوة قوي، أيوة كده أيوة كده، يعني النقطة دي اللي جابها ندى وليد، ندى وليد عملت تراي حلو قوي في الديفنس، قدرت إن دعاء محمد ترفع الكرة لتيتيانا هاي باس كده في مركز أربعة قدرت تخلصها، يعني الديفنس هو اللي جاب لنا النقطة دي من ندى وليد، ما شاء الله عليك يا ندى، على الإرسال آية خالد الجوهرة السمراء في النادي الأهلي، وتغيير تاني رجعت آية الشامي طبعا عشان البلوك مكان سارة أمين، عشان آية طبعا أطول من سارة أمين فرجعت على البلوك، إرسال من ندى خالد، استقبال متوسط من نادي الزمالك، كرة هاي باص كده هتطلع لمريم متولي، كرة على التاتش بلوك، كرة سهلة قوي ولكن يعني كرة اتلعبت على التاتش بلوك كده من لاعبات نادي الزمالك، لينتهي الشوط الأول 25-23 للنادي الزمالك، فاصل قصير ونرجع لحضراتكم في الشوط الثاني ان شاء الله.
ونرجع لحضراتكم مره تانية في مجريات نهائي دوري السيدات الكره الطائره، مباراه القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. الشوط الثاني، الشوط الاول كان حصل عليه نادي الزمالك بنتيجه 25-23. هنبدا الشوط الثاني يعني ان شاء الله باذن الله. الشوط الاولاني كده في طي النسيان لاعبات النادي الاهلي، ونبدا من الشوط الثاني ونقدر ان احنا نحصل على المباراه 3-1 ان شاء الله. يعني كلنا ثقه كبيره جدا في فتيات الذهب ان شاء الله. على الارسال داليا المرشدي لعيبه مركز 3 من نادي الزمالك، رساله لوتر، استقبال من ندى وليد عدت في مركز 3 ماير خليفه، كوره حلوه قوي، كوره كده سريع من دعاء محمد من منتصف الشبكه كده، ماير خليفه تضرب الكوره سريع في اخر مركز 5 نقطه للنادي الاهلي. يعني استقبال ممتاز من ندى وليد، اعداد من دعاء محمد في مركز 3، المايار خليفه تضرب كره سريع كده في اخر ملعب نادي الزمالك. يعني النادي الاهلي طبعا اكتر الانديه حصولا على بطوله الدوري ب 39 دوري. على الارسال مايار خليفه، استقبال مريم متولي، اعداد في مركز 4 لمريم متولي، الكره تعدي سهله، ديفنس من مايار خليفه، اعداد في مركز 4 لتيتيانا، كره مضروبه قويه جدا على التاتش بلوك، كرة حلوة قوي من تيتيانا. يعني محتاجين تيتيانا ان احنا نرجع في الجيم اكتر من كده، لسه عندنا كتير يا بنات. كرة مرفوعة بوش باص لتيتيانا في مركز 4، تضرب من اعلى حائط صد نادي الزمالك، ندى مرجان ما قدرتش تعمل لها اي حاجة. نقطة للنادي الاهلي، 2-0 في الشوط الثاني للنادي الاهلي. على الارسال ميار خليفة لعبة مركز 3، ارسال فلوتر، استقبال من ملكة، اعداد من دانا شوقي في مركز 4، مريم متولي تلعب على التاتش بلوك، ديفنس من لاعبات نادي الاهلي، اعداد من ايه خالد، كوره مضروبه كده بريست ايديها تيتيانا في ملعب نادي الزمالك، كوره هتعدي سهله، كوره هتعدي سهله سهله، كوره باينه قوي، يعني كوره باينه قوي ان الكوره هتعدي سهله من مريم متولي. يعني هي اصلا تشريح جسمها كان غلط جدا في ضرب الكوره، فالكوره كانت هتعدي سهله، كنا محتاجين ان احنا نقدم شويه في الديفنس، يعني دعاء كانت مؤخره شويه في الديفنس. تتعوض يا بنات الكوره الجايه. على الارسال مايا ممدوح لعيبه مركز 2 لعيبه نادي الزمالك، استقبال ندى وليد، اعداد من دعاء في مركز 2 لساره امين، تلعب كده في اخر الملعب، كره اعداد لملكه في مركز 6، كره هتعدي سهله سهله سهله، كره بنقول سهله يعني كره وهي بتتضرب بنقول سهله سهله سهله. يعني لاعبات كده النادي الاهلي في مركز 1 و6 اعتمدوا على بعض كده، كره شايفين الكره اصلا مرفوعه اوت اوف سيستم بايظه خالص في ملعب نادي الزمالك، كره تعدي سهله كده، اعتمدوا على بعض، دعاء غباشي ودعاء محمد اعتمدوا على بعض. تتعوض يا بنات الكره الجايه، رسال مهاجم ممدوح، استقبال ندى وليد هايل، اعداد في مركز 4 لتيتيانا، كره مضروبه على التاتش بلوك، كره تتلم هتعدي من مريم متولي سهله على التاتش بلوك، اعداد من دانا شوقي في مركز 4 لمريم متولي، كره حلوه قوي، بلوك هايل من ساره امين وايه خالد، هايل يا بنات. كرة مرفوعة بوش باص من دانا شوقي في مركز 4 لمريم متولي، حاولت كده تهرب من بلوكات النادي الاهلي، لكن بلوكات النادي الاهلي واقفة مصحصحة كويس قوي، آية خالد وسارة أمين. على الإرسال المخضرمة سارة أمين، إرسال فلوتر، استقبال متوسط من ملكة، إعداد في مركز 1 هتعدي سهلة هتعدي سهلة، كرة من إعداد، كرة كده سكند باص تحاول تعديها دعاء في ملعب نادي الزمالك، كرة مضروبة من مركز 1، كرة مضروبة من مركز 1 كده من ملكة ناحيه ساره امين، ما قدرتش تعمل لها ديفنس كويس، نقطه لنادي الزمالك. يعني كوتش حسام شكري بيحاول ان هو يهرب ملكه ان هي تضرب من مركز 1 وهي لعيبه مركز 4، ومايا ممدوح لعيبه مركز 2 بتضرب من مركز 6 في الضرب الخلفي طبعا. على الارسال مريم متولي، ارسال فلوتر، استقبال من ندى وليد، اعداد في مركز 4 لتيتيانا على التاتش بلوك بذكاء وبخبره كبيره جدا من تيتيانا، كره اعداد كده في مركز 4 لتيتيانا على التاتش بلوك ما بين دانا وندى مرجان بذكاء شديد جدا من تيتيانا. النتيجه 4 النادي الاهلي 3 نادي الزمالك في الشوط الثاني. على الارسال تيتيانا من مونتينيجرو محترفه النادي الاهلي، ارسال فلوتر، استقبال من ايسل، اعداد من دانا شوقي في مركز 4 الملكه على اللاين، ديفنس من تيتيانا، كرة مرفوعة مزنوقة مزنوقة مزنوقة، حلو قوي يا دعاء، يعني الكرة وهي طالعة من ايد دعاء محمد بنقول الكرة مزنوقة، لكن دعاء غباشي بخبرات كبيرة جدا لقت ان الكرة صعبة جدا، ولقت ان مايا ممدوح مؤخرة في مركز 1 حطت كرة بليس في التلت كده في ملعب نادي الزمالك ما قدرتش تعمل لها حاجة مايا ممدوح.
تركيز من لاعبات النادي الاهلي في الشوط الثاني على الارسال تيتيانا، استقبال من ندى مرجان، اعداد بجر كده من دانا شوقي على التاتش بلوك من ملكه. يعني الكره يا بنات كره اوت اوف سيستم، المفروض ان احنا ناخر في البلوك شويه، كره التايمنج البلوك لازم يكون صح شويه يا بنات. يعني ايه خالد كده ودعاء محمد يمتازوا بالطول العالي، المفروض ان احنا كنا ناخر شويه مع ملكه، تتعوض يا بنات. على الارسال ندى مرجان لاعيبه مركز 3 من نادي الزمالك، على الارسال ندى، استقبال من سارة امين، اعداد في مركز 2، كوره حلوه قوي. يعني خليني اشرح لحضراتكم التكتيك بتاع الكوره دي، يعني سارة امين اصلا بتلعب في مركز 2 هي اللي استقبلت الكوره، الكوره اترفعت في مركز 2 لآية خالد وهي اصلا لعيبه مركز 3 بتلعب سنتر بلوك، الكوره مرفوعه لها في مركز 2، تكتيك حلو قوي من كوتش كابتن ابراهيم، قدر ان هو يخلخل بلوكات نادي الزمالك. هايل يا بنات. ارسال من آية خالد لعيبه مركز 3 من نادي الاهلي، استقبال من مريم متولي، اداء في مركز 4 الملكه، كره هتعدي سهله، دعاء تتلم الكره، كره هترفع في مركز 1 لتيتيانا، هتعدي في ملعب نادي الزمالك سهله، اعداد من ايسل في مركز 1 لمايا ممدوح على التاتش بلوك. يعني الكره من ايسل كده رفعتها بجر من خارج التلت لمايا ممدوح، قدرت تتصرف فيها بذكاء على التاتش بلوك من لاعبات نادي النادي الاهلي، حاولت فيها ايه خالد ولكن ما قدرتش تعمل لها حاجه. يعني الشوط ده ماشي سجال كده نقطه بنقطه ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك، بس ان شاء الله هنفرق بخبرات لاعبات النادي الاهلي طبعا، ان شاء الله هنفرق. ارسال دانا شوقي، استقبال ساره امين، اعداد في مركز 4 لدعاء غباشي، كوره كده على التاتش بلوك تطلعها ندى كفر ندى وليد، كوره ترفع في مركز 1 لتيتيانا، هتعدي سهله، كوره يعني بيحاول عليها لاعبات نادي الزمالك تعدي من مريم متولي، كوره تشانس تيتيانا، كوره اعداد من دعاء محمد في مركز 1 لتيتيانا، كوره يعني حاول، كوره مزنوقه قوي من دعاء محمد، تيتيانا حاولت تلف كده على اللاين بريست ايديها بس ما قدرتش، كوره كانت بعيده عنها زي ما حضراتكم شايفين، كوره مرفوعه جوه شويه، يعني محتاجين ان احنا نظبط الكوره اكتر من كده شويه يا دعاء، تتعوض يا بنات، لسه كتير. على الارسال دانا شوقي صانعه العاب نادي الزمالك بتلعب ارسال فلوتر من مركز 1، كوره خارج الملعب، شكرا يا دانا، شكرا، حاولت كده تلعب ارسال موجه على مركز 5 لكن الكوره خارج الملعب، نقطة للنادي الأهلي. يعني ميار خليفة هي بتشجع زمايلها تقول لهم يا الدوري يا بنات، الدوري يا أهلي. على الإرسال صناعة ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر، دعاء محمد تلعب إرسال من مركز 1 فلوتر، إرسال موجه على ملكة، إعداد من دنا في مركز 3، يعني الكورة مرفوعة في مركز 3 لداليا المرشدي، يعني حاولت ميار كده ودعاء غباشي إن هم يطلعوا دبل بلوك ولكن الكورة عدت ما بين حاولت تصد النادي الاهلي، يعني ميار ودعاء كده حاولوا في البلوك لكن ما قدروش. محتاجين نروح اكتر من كده يا بنات. على الارسال ملكه البرازيليه لاعيبه نادي الزمالك تلعب ارسال تنس كده وهي واقفه، استقبال من ساره امين ممتاز، اعداد في مركز 4 ساره امين، كره على التاتش بلوك، خبرات ساره امين هايله جدا، يعني ساره امين من اللاعبات الذكيه جدا اللي بتعرف تلعب على التاتش بلوك وبتعرف تهرب من اي بلوك بذكاء شديد جدا، كوره كده على التاتش بلوك مع مايا ممدوح، قدرت ساره امين بذكاء وبخبره شديده جدا ان هي تعدي من بلوكات نادي الزمالك. على ارسال دعاء غباشي تلعب ارسال من مركز 1 كده ارسال قصير على مريم متولي، اعداد في مركز 3، يعني الارسال كان تكتيكي على مريم متولي، طبعا جنبنا مريم متولي من الضرب، يعني كنا محتاجين ان احنا نركز في لعيبه مركز 3 اكتر من كده شويه. كوره استقبال من مريم متولي، اعداد من دانا في مركز 3 لداليا المرشدي، ضربت كوره بريست ايديها في اخر الملعب مركز 5، كابتن ابراهيم طبعا مش عاجبه. على الارسال داليا المرشدي لاعيبه نادي الزمالك، استقبال من تيتيانا هايل، اعداد في مركز 4 لتيتيانا بوش باص، كوره مضروبه لكن بلوكات نادي الزمالك واقفه ليها ندى مرجان ومايا ممدوح واقفين لتيتيانا، قدروا ان هم يقفوا صح وياخدوا بلوك من تيتيانا. يعني لاعبات نادي الزمالك بدأوا يركزوا مع تيتيانا اكتر من اي حد، محتاجين يا دعاء ان احنا ننوع اللعب اكتر من كده شويه. على الارسال داليا المرشدي، ارسال خارج الملعب، شكرا يا داليا، ارسال كده حاولت تلعب ارسال فلوتر على تيتيانا في مركز 5 ولكن الكوره خارج الملعب،
النتيجة في الشوط الثاني 9-9 في نهائي دوري السيدات للكرة الطائرة. على الإرسال ميار خليفة. حضراتكم زي ما انتم عارفين طبعا ان دي المباراة الثانية في سلسلة البلاي اوف لنهاية الدوري. ثلاث مباريات، اللي بيحصل على مباراتين بيحصل على الدوري. ان شاء الله تكون المباراة الثانية من نصيبنا ونحصل على الدوري. على الإرسال ميار خليفة، ارسال فلوتر، استقبال متوسط، كرة هتعدي سهلة، كرة هتعدي سهلة، ديفنس من ميار، اعداد من ايا خالد لتيتيانا في مركز اربعة، كرة يعني كرة مرفوعة من ايا خالد لتيتيانا في مركز اربعة، لكن ندى مرجان ومايا ممدوح واقفين لتيتيانا في البلوك، قدروا ان هم ياخدوا الكرة بلوك من تيتيانا. نقطة للنادي الزمالك. يعني الكيرف كده بيطلع وينزل، بس احنا محتاجين ان احنا نكون مركزين اكتر من كده يا بنات. ارسال من مايا ممدوح، استقبال من ايا خالد، اعداد في مركز اثنين لسارة امين، كرة ايسل تطلعها ديفنس، اعداد في مركز اربعة لمري متولي، كرة النقطة للنادي الاهلي. كابتن مشيرة بتحسب كرة دبل على دانا شوي، هايل يعني كابتن مشيرة مركزة جدا، كرة طبعا دبل على دانا شوي، كرة يعني لمستها مرتين كده، وده طبعا يعني غير قانوني في الكرة الطايرة، لمست الكرة مرتين. على الإرسال المخضرمة سارة أمين، إرسال على ملكة متوسط، كرة هتعدي سهلة من مريم متولي، كرة خارج الملعب. يعني إحنا لما بنركز في الإرسال الموجه كويس أو من لاعبات النادي الأهلي، بنقدر إن إحنا نضعف في استقبال نادي الزمالك، الكرة بترجع لنا تشانس، كرة سهلة جدا. كابتن إبراهيم أهو بيتكلم مع البنات إن الكرة بتجيلنا سهلة أو بتنزل في ملعب النادي الأهلي سهلة. تركيز يا بنات. على الإرسال سارة أمين، إرسال فلوتر على ملكة، إعداد من دانا شاوي في مركز ثلاثة، كرة حلوة وهتعدي سهلة، أي خالد، إعداد من دعاء في مركز أربعة على تيتيانا على التاتش بلوك. يعني تيتيانا بتقول لهم خدتوا مني بلوكين قبل كده، التالتة مش هتقدروا تاخدوها. يعني الكورة كده على اللاين على التاتش من تيتيانا، من دانا شوقي وندى مورجان، ما قدروش يعملوا لها حاجه. هايل يا بنات هايل. طبعا تايم اوت خده كابتن حسام شكري. يعني احنا محتاجين ان احنا نضغط اكتر بالارسال الموجه على ملكه وعلى مريم متولي، هنقدر نسهل على نفسنا الجيم يا بنات. يعني زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الوزير طبعا المحلل التقني والمدرب العام بيدي التعليمات من عن طريق السكاوتنج اهو، زي ما حضراتكم شايفين مع كابتن ابراهيم بيقول له زوايا الضرب اللي مفروض ان احنا نتفاداها او نضرب فيها، وبيقول لدعاء جباشي نقف فين في الديفنس. يعني كابتن ابراهيم كل كبيره وصغيره بيقدر يحللها صح، وبيقدر اللاعبات ينفذوها في ارض الملعب. يعني ان شاء الله يكون التوفيق من حليف لاعبات النادي الاهلي فتيات الذهب ان شاء الله في الشوط ده. على الارسال سارة امين، استقبال صوابع من مريم متولي، كوره مرفوعه في مركز ثلاثة ندى مرجان. يعني احنا خلاص يعني المفروض ان احنا التكتيك بتاعنا نقدر قاريين نادي الزمالك. الارسال بتلعب موجه على مريم متولي علشان الكوره تترفع في مركز ثلاثة ندى مرجان، بنطلع دبل بلوك نقدر ناخد الكوره. يعني ان شاء الله تتعوض في الكوره الجايه. حاولت عليها تراي ندى وليد كده لكن ما قدرتش. على الارسال لعبت مركز أربعة من نادي الزمالك مريم متولي، ارسال على دعاء غباشي، اعداد في مركز اثنين، كوره لايه خالد كده حاولت تلف كده تعدي بريست ايديها من ملكه، لكن ملكه قدرت واقفه صح وصحصحت كده، كوره واللج من ايه خالد حاولت كده تتعدي، ولكن كوره بلوك من نادي الزمالك. على الارسال مريم متولي، استقبال متوسط من دعاء غباشي، اعداد في مركز أربعة اوت اوف سيستم لملكه، كوره مضروبه على اللاين كده طلعها مايا ممدوح، اعداد بجر لملكه، كوره مضروبه، ديفنس هايل من ندى وليد، اعداد في مركز أربعة على تيتيانا، كوره مضروبه على التاتش بلوك تطلعها ندى وليد، اعداد من دعاء في مركز أربعة على تيتيانا، كوره مضروبه قويه جدا، ديفنس من نادي الزمالك، كوره تعدي تاني سهله لملعب نادي الاهلي، اعداد من دعاء في مركز اثنين لايا خالد، كوره قصيره كده تلم الملعب نادي الزمالك، كوره تعدي من ملكه سهله، كوره في الشبكه، حاولت ملكه كده تعدي الكوره في الشبكه، لكن نقطه للنادي الاهلي. عاش يا بنات، واقفين اهو في نص الملعب بيحاولوا ان هم يرجعوا تركيزهم تاني. يعني ما شاء الله كده البلوكات بدأت اهو تركز. كرة للنادي الاهلي، نتيجة 13 النادي الاهلي 12 نادي الزمالك في الشوط الثاني. على الارسال محترفتنا تيتيانا من مونتينيجرو،
بتلعب ارسال فلوتر من مركز واحد، استقبال من ايسل، اعداد من دانا شوقي، كرة فنس هايل من ندى وليد، اعداد في مركز اربعة لضاع غباشي، كرة حلوة قوي يعني، الكرة السريعة، كرة مرفوعة في مركز اربعة، بوش باس من دعاء محمد ليه دعاء غباشي، تضرب الكرة على التاتش اوت كده، لاعبات نادي الزمالك ما قدروش يعملوا لها حاجة. ندى مرجان ودانا شوقي، ايوه كده هايل يا بنات هايل. تركيز من كابتن ابراهيم على الارسال الموجه على لاعبات نادي الزمالك، كوتش كبير طبعا ومخضرم ومر بالمواقف دي كتير. على الارسال تيتيانا، استقبال من ندى مرجان، اعداد في مركز اربعه الملكه، كوره على اللاين كده تلف على اللاين من دعاء محمد، كوره مرفوعه بوش باس من دانا شوقي لملكه، تضربها على اللاين، كوره قويه، حاول دفاعات النادي الاهلي ان هو يطلعها ولكن ما قدروش. يعني دعاء اهي بتقول لساره امين الفنت اللي هيتم، لاعبات النادي الاهلي طبعا الاحتياطي في تركيز شديد. ارسال من ندى مرجان، استقبال ندى وليد، استقبال هايل، كوره في مركز اثنين لايه خالد، لكن بلوكات نادي الزمالك، واقفه صح من ملكه وداليا المرشدي، قدروا ان هم يحصلوا على النقطه لنادي الزمالك. يعني بعد ما كنا فرقنا 2 بونت كده، نادي الزمالك قدر ان هو يرجع، ولاعبات النادي الاهلي وخارج الملعب بيشجعوا فريقهم وبيقولوا لهم الدوري يا اهلي. على الارسال ندى مرجان، ارسال خارج الملعب، شكرا يا ندى شكرا. يعني حاولت تلعب ارسال طويل كده على مركز خمسة لكن الكرة خرجت خارج الملعب. على الارسال الجوهرة السمراء، آية خالد، تركيز من آية خالد، بتلعب ارسال من مركز خمسة فلوتر، ارسال موجه على مريم متولي في مركز ستة، اعداد من دانا شوقي في مركز اربعة، بلوك هايل بلوك هايل، كرة ترجع في ملعب النادي الاهلي، اعداد من دعاء في مركز اربعة لدعاء غباشي، كرة حلوة قوي بذكاء شديد قوي دعاء غباشي، بريست ايديها تجيب نقطة للنادي الاهلي. يعني كرة كده مرفوعة جام باس بوش باس لدعاء غباشي في مركز اربعة، لفت بريست ايديها، حاولت معاها مايا ممدوح تعمل عليها تراي كده ولكن الكرة كانت اسرع من دعاء غباشي. هايل يا بنات، نكمل على كده. على الارسال الجوهره السمراء، ايه خالد، ارسال فلوتر قوي جدا، استقبال من دانا، اعداد من دانا، كره مسقطه تراي كده، اعداد من ميار خليفه، الكره تعدي سهله في ملعب نادي الزمالك، كره اعداد من دانا شاوي في مركز ثلاثه على البلوك، نحاول كره بلوك، يعني كره باينه قوي ان الكره هتترفع لداليا مرشدي في مركز ثلاثه. يعني احنا زي ما حضراتكم شايفين كده داليا مرشدي معظم ضربها في مركز خمسه، محتاجين لعيبه مركز اربعه يضموا شويه في البلوك مع لعيبه مركز ثلاثه، وان شاء الله هنقدر ان احنا نوقف لاعبات مركز ثلاثه في نادي الزمالك. على الارسال لاعبه نادي الزمالك دانا شوقي صانعه العاب نادي الزمالك، تلعب رساله فلوتر من مركز خمسه، استقبال من ساره امين ممتاز، اعداد في مركز اربعه دعاء غباشي، كوره مضروبه كده من اربعه في خمسه لكن ايسل تطلعها، كوره مرفوعه الملكه في مركز اربعه، بلوك هايل، كوره يعني احنا شايفين ان الكوره داخل الملعب لكن كابتن مشيره بتقول ان الكوره خارج الملعب. يعني تتعوض كده يا ميار، يعني التايمنج بلوك كان مظبوط لكن الكوره يعني انا شايفه ان الكوره ممكن تكون يعني تاتش لاين، بس كابتن مشيره بتقول ان الكوره اوت. يعني نادت كابتن الشوط ساره امين كده بتقول لها ممنوع الاعتراض، انا شايفه اكتر منكم، تتعوض يا بنات. النتيجه 16-16 في الشوط الثاني في نهائي دوري السيدات للكره الطائره. على الارسال دانا شوقي صناعه العاب نادي الزمالك، يعني غيرت حتى مكانها دلوقتي، بقت بتلعب الارسال من مركز خمسه بدل مركز واحد، ارسال تكتيكي في مركز سته على ساره امين، استقبال اعداد من دعاء في مركز واحد لتيتيانا، كوره حلوه قوي، ايوه كده يا تيتيانا، عايزين نرجع في الجيم، كوره قويه قوي، كوره لا تصد ولا ترد من تيتيانا في مركز واحد، مضروبه على اللاين، ايسل ما تقدرش تعمل لها حاجه. يعني المدفعجيه يعني تيتيانا بترجع بصواريخها المعتاده منها. على الارسال دعاء محمد صناعه العاب النادي الاهلي، بتلعب ارسال من مركز واحد، ارسال فلوتر على مريم متولي، استقبال متوسط، كوره مع اداء في مركز اثنين لملكه، التاتش بلوك
يعني محتاجه ناخر شويه لعيبه مركز 6 تاخر شويه عشان احنا بلوكاتنا عاليه، فلعيبه مركز 6 تاخر في اخر الملعب شويه عشان الكور اللي بتتلعب على التاتش بلوك في اخر الملعب. زي ما حضراتكم شايفين كانت تيتيانا محتاجه تترحل شويه ناحيه مركز 1 كانت الكره هتبقى سهله. على الارسال اللعيبه البرازيليه ملكه لعيبه نادي الزمالك الموسم الثاني ليها مع نادي الزمالك. استقبال من ساره امين، اعداد من دعاء محمد في مركز 4 لساره امين. كوره حلوه قوي من ساره امين، يعني انا عندي ثقه كبيره جدا في ساره امين، يعني الكوره من قبل ما تترفع من دعاء محمد ورايحه لساره امين انا عارف ان ساره امين هتخلص الكوره. لعيبه خبرات عاليه جدا بتقدر تغير ريست ايديها وتسريح جسمها بسهوله جدا في الهواء، الكوره مضروبه على اللاين نموذجيه من ساره امين. لعيبه ما شاء الله متكامله، يعني لعيبه كده هاديه في الملعب ما تحسش بيها، اخطائها قليله. ما شاء الله عليك يا ساره. استقبال من نادي الزمالك، اعداد في مركز 3 كوره تلف بيها كده بريست ايديها داليا المرشدي في مركز 1 كوره سريع من دانا شوقي. ميار حاولت فيها بس ميار كانت متاخره شويه في التايمنج بتاع البلوك، محتاجين التايمنج يبقى اسرع شويه يا ميار. على الارسال نادي الزمالك عمل تغيير، طبعا التغيير المعتاد، خرجت داليا المرشدي ونزلت سابين، يعني من غير ما نشوف كده عارفين التغيير طبعا عارفينها. استقبال من ندى وليد اعداد لتيتيانا على التاتش بلوك، كره تطلعها ندى وليد كده كفر، اعداد في مركز 4 لتيتيانا، كره مضروبه على التاتش بلوك، هايل يا تيتيانا، هايل هايل هايل، يعني محتاجين نرجع في الجيم اكتر من كده واسرع من كده يا بنات. كره مضروبه على التاتش بلوك من اعلى حوائط صد نادي الزمالك، ما قدروش يعملوا لها حاجه. نتيجه 19 النادي الاهلي 18 نادي الزمالك في مجريات الشوط الثاني من المباراه. على الارسال ميار خليفه لعيبه النادي الاهلي بتلعب ارسال من مركز 5، ارسال موجه. استقبال من ملكه اعداد من دانا شوقي في مركز 4 لمريم متولي، كوره هايله 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 للصبح من الجوهره السمراء ايه خالد. كوره اعداد كده في مركز 4 لمريم متولي، بلوك ضلمه من لاعبات النادي الاهلي ساره امين وايه خالد، كوره بلوك نموذجي من ايه خالد. ايوه كده يا بنات، نقدر ان احنا نسهل على نفسنا الجيم. تايم اوت طلبه كابتن حسام شكري مدير الفني للنادي الزمالك. نتيجه 20 النادي الاهلي 18 نادي الزمالك في الشوط الثاني في نهائي دوري السيدات. زي ما حضراتكم شايفين كابتن ابراهيم بيوجه اللاعبات والسكاوتنج طبعا، يعني بيقول لهم البلوك لازم يقفل، الارسال هيتلعب ما بين لاعيبه مركز 5 ومركز 6، لازم البلوك يضم على مريم متولي في مركز 4 او لاعيبه مركز 3 ندى مرجان. يعني انت عندك في اللفه دي ندى مرجان على الشبكه ومريم متولي، وفي مركز 2 مايا ممدوح. على الارسال ميار خليفة، استقبال من ملكة، اعداد في مركز 2 لمايا ممدوح، كرة هتعدي سهلة في ملعب نادي الزمالك لكن ما قدرناش نعمل لها حاجة. يعني لاعبات نادي الزمالك واضحين جدا في التكتيك او اسلوبهم في الهجوم، يعني اول لما الدنيا بتقفل في مركز 4 مع مريم متولي ولعبة مركز 3 بيقلب الكرة في مركز 2 لمايا ممدوح. كابتن ابراهيم طبعا واقف على الخط وبيوجه لاعبات النادي الاهلي. على الارسال مايا ممدوح لاعبه مركز 2 نادي الزمالك، ارسال فلوتر، استقبال دعاء غباشي اعداد من دعاء محمد في مركز 3 الايه خالد، كره على التاتش بلوك كده تلم من لاعبات نادي الزمالك، كره هتعدي سهله من مركز 6، سهله ديفنس هايل من ندى وليد، كره اعداد في مركز 4 لتيتيانا، كره على التاتش بلوك هايله تيتيانا. ندى وليد يعني في كل حته في الملعب، ندى وليد يعني صمام امان للاعبات النادي الاهلي، يعني اي كوره هتلاقي ندى وليد رايحه وراها بكل قتاليه واستقتال، هايل يا ندى هايل يا تيتيانا. على الارسال ساره امين، ارسال فلوتر، استقبال متوسط من مريم متولي، كوره مرفوعه في مركز 6، كوره مرفوعه في مركز 6 لملكه مضروبه ما بين مركز 6 وواحد، يعني لاعبات النادي الاهلي كده اعتمدوا على بعض، لعيبه مركز 6 ومركز 1 على بعض ما قدروش ان هم يطلعوا الكوره. يعني سيستم واسلوب لاعبات نادي الزمالك واضح جدا، محتاج بس شويه تركيز من لاعباتنا وان شاء الله هنقدر نسهل على نفسنا الجيم. على الارسال
مريم متولي، استقبال ممتاز من ندى وليد، اعداد في مركز 4 لتيتيانا، كره مضروبه على التاتش بلوك لموها لاعبات نادي الزمالك، كره مرفوعه في مركز 4، كره بلوك على التاتش بلوك، كان تريبل بلوك كده من دعاء وايه خالد وتيتيانا، لكن مالكه بخبره كده على التاتش بلوك خارج الملعب، يعني ضربت الكره زي ما بيقولوا كده ايد ورجل، يعني مش باقي على حاجه. طبعا كابتن ابراهيم خد تايم اوت عشان نادي الزمالك خد نقطتين ورا بعض، يعني كابتن ابراهيم مش عاجبه طبعا الاداء، ولكن لسه احنا عندنا اكتر من كده توجيه، واللاعبات هم واقفين مركزين في توجيهات كابتن ابراهيم. يعني زي ما حضراتكم عارفين ان النهارده المباراه الثانيه في سلسله البلاي اوف ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في نهائي دوري السيدات لموسم 2023-2024 على صاله دكتور حسن مصطفى، والنتيجه 21-21 في مجريات الشوط الثاني من المباراه، وكان حصل نادي الزمالك على الشوط الاول بنتيجه 25-23 على ارسال مريم متولي، استقبال دعاء غباشي، اعداد في مركز 4 لتيتيانا، كره من 4 في 4 قويه جدا مطرقه، يعني كره مضروبه ايد ورجل من تيتيانا صاروخيه، يعني مرفوعه مضروبه بغل قوي جدا من تيتيانا، ايسل ما قدرتش تعمل لها اي حاجه، كره لا تصد ولا ترد من لاعبه النادي الاهلي مونتينيجرو، من مونتينيجرو تيتيانا على الارسال، تيتيانا تركيز شديد تلعب رسالة فلوتر من مركز 1، رسالة فلوتر على مريم متولي، استقبال متوسط، اهداف في مركز 4 الملكة، كرة بلوك حلو قوي، كرة تلم من لعبة نادي الزمالك هتترفع في مركز 4 تاني، كرة بلوك 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 على التاتش بلوك لعبتها، يعني لقيت ان البلوكات النادي الاهلي عالية جدا، وقف لها الزاوية والخط كويسين جدا بخبرات كده، قدرت ملكة برست ايديها على التاتش بلوك خارج الملعب، يعني الكرة كان بلوك كده من دعاء محمد وآية خالد، بلوكاتهم عالية جدا، لعبت على التاتش بلوك بذكاء ملكة، ولا يهمك يا دعاء ولا يهمك يا آية، الكرة تتعوض الجاية إن شاء الله على الإرسال، يعني حصل تغيير، نزلت لعيبة نادي الزمالك، إرسال استقبال من ندى وليد، إعداد في مركز 1، كرة على التاتش بلوك، كرة يعني نوت باص، الحكم بتقول كابتن مشيرة بتقول إن الكرة نوت باص على النادي الاهلي، كابتن ابراهيم خد الكره مضروبه اهي، يعني كره في الشبكه ما فيهاش تلامس من البلوك، كابتن ابراهيم طبعا خد تايم اوت الثاني ليه ليتدارك نزيف النقاط، يعني هو بيشرح التكتيك، الارسال لما هيتلعب الكره هتترفع لمين وهتخلص ازاي، او الفنت اللي هيتم من لاعبات النادي الاهلي، يعني كابتن حسام شكري كده عمل تغيير، نزل نور ايهاب عزمي رقم 20 كده على الارسال عشان يلعب ارسال موجه، نزلت مكان طبعا ندى مرجان لعبت مركز 3، النتيجه 23 نادي الزمالك 22 النادي الاهلي في الشوط الثاني، على الارسال نور ايهاب عزمي، ارسال الفلوتر نقطه ايس لنادي الزمالك، يعني ارسال مباشر كده اعتمدوا على بعض لاعبات النادي الاهلي، ونقطه مباشره بالارسال من نور ايهاب عزمي في ملعب النادي الاهلي، محتاجين تركيز اكتر من كده شويه يا بنات، يعني تركيز كابتن، انا شايف كابتن ابراهيم اهو بيطلب اثنين، هيغير اثنين لاعبات، لاعبات النادي الاهلي، هنشوف كابتن ابراهيم هيغير مين، هينزل شروق فؤاد صناعه الالعاب وكابتن فريق النادي الاهلي مكان دعاء محمد، وهيخرج ساره امين، وهتنزل ايه الشامي، يعني شروق فؤاد صناعه الالعاب وكابتن فريق النادي الاهلي، وطبعا ايه الشامي اللعيبه الكبيره جدا، احسن لعيبه في افريقيا ومن اللعبات الممتازه، يعني عوده كده بعد الاصابه، ارسال نور، استقبال من تيتيانا، اعداد من شروق في مركز 4 لدعاء، تلعب على التاتش بلوك، نقطه لنادي الزمالك، يعني حاولت كده دعاء تحاول تلف بريست ايديها ان هي تعدي من بلوك نادي الزمالك، ولكن ما قدرتش،
لينتهي الشوط الثاني 25-22 لنادي الزمالك لتصبح النتيجة 2-0 لنادي الزمالك. فاصل سريع ونعود لحضراتكم في الشوط الثالث إن شاء الله. نعود لحضراتكم مرة أخرى لمجريات مباراة نهائي الدوري للسيدات لموسم 2023-2024 ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. الشوط الثالث، الشوط الأول كان حصل عليه نادي الزمالك 25-23، الشوط الثاني 25-22 لنادي الزمالك، 2-0 لنادي الزمالك. يعني إن شاء الله بإذن الله لاعبات النادي الأهلي تتدارك الموقف ونرجع في المباراة ونعمل كامباك بإذن الله. يعني إحنا كلنا واثقين في فتيات الذهب للنادي الأهلي إن إحنا كلنا ثقة فيهم إن هم هيقدروا إن شاء الله هيرجعوا في الشوط الثالث. يعني هنشوف حضراتكم كابتن إبراهيم محضر لينا إيه في الشوط الثالث، ولاعبات النادي الأهلي أكيد 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 هيقدروا إن هم هيرجعوا في الشوط الثالث. على الإرسال ندى آية خالد عفوا، استقبال متوسط من لاعبات نادي الزمالك، اعداد في مركز 2 لمايا ممدوح، كره كده بلوك من لاعبات النادي الاهلي، كره اعداد من دعاء في مركز 2 لساره امين بتلعب على التاتش اوت كده على اللاين، لكن الكره خارج الملعب. ولا يهمك يا ساره، يعني حاولت كده ساره امين برست ايديها بخبره كده تلعب الكره على اللاين في مركز 5، لكن الكره خرجت منها خارج الملعب. على الارسال مايا ممدوح لاعبة مركز 2 لاعبة نادي الزمالك، ارسال فلوتر استقبال من دعاء غباشي، اعداد في مركز 4 لتيتيانا، كره هترفعها ميار كده في مركز 4 باك باس كده، كره هتعدي سهله في ملعب النادي الاهلي، كره اعداد دعاء في مركز 4 لتيتيانا، كره مضروبه على التاتش بلوك لكن تطلعها مايا، كره هتعدي سهله من حلوه قوي حلوه قوي، شكرا 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 مريم متولي. يعني مريم متولي في الكره بتضربها كده في الشبكه، نقطه سهله للنادي الاهلي. يعني يا بنات احنا محتاجين تركيز اكتر من كده شويه عشان نقدر نرجع في الجيم. على الارسال المخضرمه ساره امين، استقبال من ملكه، اعداد من ندى مرجان، كره على التاتش بلوك كده، يعني ندى مرجان لعيبه مركز 3 هي مش صانعه العاب، يعني هي بتحاول تعلي الكوره وخلاص، مريم متولي كده بذكاء حاول تعدي الكوره، نقطه لنادي الزمالك. يعني الكور اللي بتبقى اوت اوف سيستم اللي بيرفعها لعيب مركز 3 دايما كده البلوكات لازم تكون مؤخره فيها شويه عشان الكوره بتتلعب على التاتش بلوك. على ارسال مريم متولي، استقبال ندى وليد هايل، اعداد في مركز 4 لتيتيانا، كوره مسدوقه يا دعاء، يعني الكوره مسدوقه ومقطومه منك يا دعاء، انت بتسلميها كده للسنتر بلوك في نادي الزمالك. يعني ندى مرجان كده واقفه صح، قدرت ان هي تاخد الكوره بلوك هي ودانا شوقي، بس الكوره كانت مقطومه شويه من دعاء محمد صناعه العاب النادي الاهلي. تتعوض يا بنات، لسه كتير. ارسال مريم متولي، استقبال من دعاء غباشي ممتاز، الكوره لتيتيانا، كوره على التاتش بلوك هايله من تيتيانا، يعني استقبال من دعاء غباشي، اعداد من دعاء محمد لتيتيانا في مركز 4، كرة نقطة حلوة قوي للنادي الأهلي. بس يا دعاء يا محمد، يعني نحاول شوية ننوع اللعب أكتر من كده شوية، لاعبات نادي الزمالك بقوا واقفين لتيتيانا في كل كرة، نحاول نمشي اللعب السريع أكتر من كده شوية عشان نقدر نخلخل بلوكات نادي الزمالك. على الإرسال تيتيانا، إرسال فلوتر استقبال من أيسل، إعداد من دانا شاوي في مركز 1 لمايا ممدوح، ديفنس هايل من سارة أمين، إعداد في مركز 1 لتيتيانا، كرة قصيرة تعديها سهلة في ملعب نادي الزمالك، إعداد من دانا شاوي في مركز 4 لملكة، بلوك هايل 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 من ميار ودعاء محمد، واقفين لملكة، كرة لا تصد ولا ترد من بلوكات النادي الأهلي، بلوكات حديدية، كرة مضروبة كده من ملكة البرازيلية لاعبة نادي الزمالك، لكن دعاء محمد وميار خليفة واقفين لها، قالوا لها مش هتعدي المرة دي، بلوك هايل بلوك حديدي من لاعبات النادي الأهلي فتيات الذهب. على الإرسال تيتيانا، استقبال من ايسل، اعداد من دانا شاوي في مركز 4، كره هتعدي سهله، كره هتعدي سهله، كره دي بتاعتك يا ساره يا امين، يعني تيتيانا كده حاولت تطلع قدامها عشان البليس، طبعا لعيبه مركز 6 هي اللي دايما المفروض تروح على مركز 1، كره بتاعتك يا ساره، يعني اعتمدوا على بعض كده، الكره حطيتها بليس في اخر الملعب، ملكه ساره امين وقفت تتفرج عليها، الكره دي كانت محتاجه ان ساره امين هي اللي تروح لها اسرع. على الارسال ندى مرجان،
لعبة نادي الزمالك، لعبة مركز ثلاثة بتلعب الإرسال من مركز خمسة، سهل فلوتر جامب، استقبال من سارة أمين، إعداد بجر كده من دعاء، كرة مضروبة في ملعب نادي الزمالك مركز واحد، إعداد بجر كده، كرة ملمومة، إعداد من مريم متولي هتعدي سهل في ملعب النادي الأهلي، كرة من دعاء غباش، إعداد من دعاء محمد في مركز أربعة، كرة إسقاط كده يلموها لاعبات نادي الزمالك، كرة مرفوعة في مركز ستة هتعدي سهلة، دعاء تطلعها، إعداد من ندى وليد أوت أوف سيستم في مركز أربعة، دعاء غباش بريستي ديا في مركز واحد دلوقتي تطلعها مويه ممدوح هتعدي سهلة سهلة، ديفنس من ندى وليد، إعداد من دعاء محمد في مركز واحد لتيتيانا، كرة مضروبة قوية جدا ولكن تطلعها لا مويه ممدوح، كرة كده رالي ماشي رايح جاي رايح جاي ولكن نادي الزمالك يحصل على النقطة، يعني الرالي كده فضل مستمر خمس ست كور ورا بعض رايحين جايين من بين لاعبات نادي الأهلي ونادي الزمالك، لكن ملكة بخبرة كده تضرب الكورة في آخر الملعب ناحية مركز خمسة ما قدرتش تعمل لها حاجة سارة أمين وندى وليد في الديفنس، النتيجة خمسة نادي الزمالك ثلاثة نادي الأهلي في الشوط الثالث، على الإرسال ندى مورجان لاعبة نادي الزمالك، إرسال فلوتر استقبال من سارة أمين، إعداد في مركز أربعة دعاء غباشي، كرة مضروبة على التاتش أوت، كرة مضروبة على التاتش أوت، يعني الكرة من دعاء كانت مقطومة شوية لكن خبرة دعاء غباشي قدرت إن هي تسيطر على الكرة المزنوقة وتضربها على التاتش أوت من لاعبات نادي الزمالك داليا المرشدي ودانا شوقي. يلا يا بنات يلا يا بنات لسه الماتش لسه الماتش، يعني روح الفانيلا الحمراء لازم تظهر دلوقتي، يعني الدوري يا أهلي. إرسال ميار خليفة، استقبال من ملكة متوسط، إعداد في مركز ثلاثة، كرة يعني حاولت عليها كده تيتيانا بوان هاند كده بس ما قدرتش، يعني يا بنات يعني لازم عندنا ريدنج أعلى من كده شوية، كرة مرفوعة أصلا مش مظبوطة لداليا المرشدي، الكرة مرفوعة وراها أكيد مش هتضربها ورفع إيديها، كنا محتاجين إن احنا نقدم شوية يا بنات شوية تركيز أكتر. على الإرسال دانا شاوي صناعة ألعاب نادي الزمالك، كابتن حسام بيشرح لها يلعب اقتلع الرسال، يعني عامل الملعب كده دخل يمسح المية اللي بتبقى ورده عشان السيفتي او الامان للاعبات طبعا. على الارسال اهي راحت دانا تلعب غيرت مكانها تلعب الارسال من مركز خمسه، استقبال من ساره امين، اعداد من دعاء محمد في مركز اربعه لدعاء غباشي هتلعب على التاتش اوت، ديفنس من ايسل، اعداد بجر كده لملكه هتعدي الكره سهله، لم اعداد من دعاء محمد في مركز واحد لتيتيانا، كره مضروبه، ديفنس من لاعبات نادي الزمالك، اعداد من داليا مرشدي لمايا ممدوح تضرب على الاوت ولكن خارج الملعب خارج الملعب، يا دعاء يا محمد ندخل الكره شويه لتيتيانا، الكره مرفوعه بره خط الثلاثة متر محتاجين الكره تدخل لها جوه شويه، ندى وليد واقفه صح على اللاين بتقول للكره حتى لو كره مضروبه في الملعب انا هطلعها بكل سهوله، على الارسال دعاء محمد صانعة ألعاب النادي الأهلي تلعب رسالة فلوتر موجه على مريم متولي، استقبال إعداد من دانا في مركز اثنين لملكة، كرة تعدي سهلة سارة أمين، كرة ترفعها دعاء محمد في مركز أربعة، دعاء غباشي على التاتش بلوك، كرة تطلعها مريم متولي في مركز ستة، كرة تعدي سهلة، إعداد من ندى وليد أوت أوف سيستم لسارة أمين، كرة مضروبة على التاتش بلوك تطلعها أيسل، كرة تعدي سهلة من مريم متولي، ندى وليد، إعداد من دعاء محمد في مركز ثلاثة، كرة حلوة أوي أوي أوي، ايوه كده نشغل السريع شويه يا دعاء، معاكي ايه خالد، ما شاء الله جواره السمراء بتضرب اي كوره، محتاجين نشغل لعيبه مركز ثلاثه شويه، كوره مضروبه لا تصد ولا ترد على ايسل كده في مركز خمسه ما تقدرش تعمل لها اي حاجه، محتاجين يا دعاء شويه ننوع اللعب، تنويع اللعب هيبقى مهم الفتره الجايه في الشوط ده، ارسال على مريم متولي، اعداد من دانا شوقي في مركز اربعه لمايا ممدوح تلعب على التاتش بلوك، محتاجين نأخر شويه يا بنات، يعني محتاجين شويه تركيز هنقدر ان احنا نرجع في الجيم، طبعا دي المباراه الثانيه في سلسله البلاي اوف، كان النادي الاهلي قدر ان هو يفوز في المباراه الاولى بنتيجه 3-0 على نادي الزمالك، ارسال من ملكه، اعداد لدعاء غباشي في مركز اثنين، كرة ترجع تاني، يعني حاول الدعاء كده الكرة اتاخدت منها بلوك بدل ما تلعبها تشانس بول وترجع ضربتها من فيرست باص من على سن الشبكة على اللاين في مركز خمسة لكن برست ايديها خارج الملعب خارج الملعب، يا بنات لسه كتير، يعني نحاول ان احنا نشتغل على الحاجات الضعيفة عندنا شوية،
استقبال من ساره امين، اعداد في مركز اربعه لساره امين على التاتش بلوك، هتعدي سهله، اعداد من دعاء محمد في مركز ثلاثه، لا يا خالد كره ديفنس من ملك اعداد في مركز اثنين لمايا ممدوح ديفنس، كره كده رايحه جايه في الملعبين، اعداد في مركز اربعه لساره امين على التاتش بلوك، كره خارج الملعب، كره بخبره كبيره قوي من ساره امين على التاتش اوت، يعني الكره مرفوعه لساره امين كده بتلعب بذكاء على التاتش اوت على لعيبه مايا ممدوح لعيبه مركز اثنين في نادي الزمالك. نقطه للنادي الاهلي، محتاجين روح يا بنات اكتر من كده شويه، محتاجين حماس اكتر من كده. على الارسال دعاء غباشي غيرت مكانها، تلعب الارسال من مركز واحد، ارسال قصير كده على مريم متولي، كره هتترفع سريع سريع سريع، كره التكتيك معروف، يعني بنلعب ارسال قصير على مريم متولي، الكره هتترفع سريع، فنطلع دبل بلوك، كره مرفوعه لداليا المرشيد، دبل بلوك خلاص ساره امين وايه خالد طالع لها طبعا علشان دبل بلوك، حاولت ان هي تهرب من البلوك، راحت ضربه الكوره خارج الملعب، ارسال من دعاء غباشي، هل هتلعب ارسال قصير تاني ولا هتلعب ارسال طويل على مريم متولي، كره سريع سريع سريع، هاي هاي لا يا ندى، كره اعداد لتيتيانا، كره على التاتش كده هترفعها ايسل بجر طبعا، كره مضروبه اوت خارج الملعب، يعني النقطه دي عنوانها ندى وليد، ديفنس هايل من ندى وليد، قدرنا ان احنا نحصل على النقطه. طبعا في قانون الكره الطايره ممنوع ان الليبرو او اللاعب الحر اللي بيبقى لابس لون مختلف ان هو يعمل اعداد من داخل خط ال 3 متر بصوابع اليد، الكره بتبقى بجر من اسفل. ارسال استقبال من مريم متولي، اعداد في مركز اربعه مريم متولي، بلوك بلوك، كره على التاتش كده تلم، هتعدي سهله من دعاء، ديفنس من ايسل، اعداد من دانا في مركز اربعه لمريم متولي، اعداد من ندى وليد، كره مضروبه، كره مضروبه على التاتش، لا كابتن مشيره بتقول الكره خارج الملعب، يعني الكره مرفوعه من ندى وليد اوت اوف سيستم لتيتيانا، حاولت ان هي تحطها في ملعب نادي الزمالك ولكن الكره بقت خارج الملعب. النتيجه في الشوط الثالث 9-9 والنتيجه الاصوات 2-0 لنادي الزمالك. على الارسال داليا المرشدي، استقبال ممتاز من ندى وليد، اعداد في مركز اربعه لتيتيانا، كره مضروبه قويه جدا، ديفنس يعني ندى حاولت فيها، ندى وليد حاولت في الديفنس فيها ولكن الكوره كانت اسرع من ندى ما قدرتش تعمل لها حاجه. يعني تيتيانا كده بتحاول ان هي كانت تتصرف في الكوره لكن الكوره ما قدرتش ان هي تخلصها. على الارسال داليا المرشدي لعبت مركز ثلاثه نادي الزمالك، استقبال من تيتيانا ممتاز، كوره اعداد في مركز اربعه تيتيانا، مضروبه على التاتش اوت، كوره حلوه قوي من تيتيانا، كوره حلوه قوي من تيتيانا، يعني يا دعاء يعني محتاجين شويه ننوع اللعب، يا دعاء ننوع اللعب، كل ما هننوع اللعب اكتر كل ما هنقدر ان احنا نسهل على نفسنا الجيم. على الارسال ايه خالد، تركيز من ايه، ارسال فلوتر، كوره نت الشبكه كده، استقبال من ملكه، اعداد لمريم متولي، دخل ايدينا شويه يا ساره انت وميار، كره على لعبتها كده على التاتش اوت من مريم متولي، يعني حاولت كده لعيبات النادي الاهلي تاخد بلوك بس ايدينا ما كانتش داخله جوه صح، فنقطه لنادي الزمالك. يعني النادي الاهلي والزمالك السنه دي قابلوا بعض مباريتين في نهائي كاس السوبر، قدر النادي الاهلي يفوز 3-0 وفي المباراه الاولى الاهلي كسب 3-0، فان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نكسب. كره تعدي سهله في ملعب نادي الزمالك، اداد لمريم في مركز اربعه على التاتش، كره ديفنس هايل من دعاء غباشي، تعدي من ميار سهله، ده انا كده بتعمل اعداد، اعداد من ايسل، الكره هتعدي سهله في ملعب النادي الاهلي تيتيانا، اعداد من دعاء محمد في مركز اربعه لتيتيانا، كره مضروبه، كرة تلم من دعاء غباشي في مركز اربعة في مركز اثنين لسارة امين على التاتش اوت، يعني سارة امين شايفين اهو حضراتكم بتقول لها اديني الكورة، ايوه صح يا دعاء ننوع، يعني الكورة لما قلبت الكورة قلبت الملعب الناحية التانية، قدرت ان هي تجيب نقطة لسارة امين، تغيير في ملعب النادي الاهلي، خروج ميار ونزول لعيبة النادي الاهلي، طبعا اللعيبة المعروفة واللعيبة الكبيرة قوي طبعا مي غزال. على الارسال ساره امين، استقبال من نادي الزمالك، اعداد في مركز ثلاثه، كره اوفر هاند كده من ساره امين، كره لتيتيانا مرفوعه على التاتش اوت،
حلو قوي يا تيتيانا، يعني كوره كده طلعتها ساره امين اوفر هاند كده، كوره كانت ميته قدرت انها تحييها تاني. اعداد من لاعبات النادي الاهلي، كوره مضروبه قويه جدا من تيتيانا، نقطه للنادي الاهلي. يعني نزول طبعا مي غزال في النقاط الحاسمه او في النقاط القويه دي. هنشوف طبعا مي غزال هتقدم ايه. طبعا هي لعيبه كبيره جدا ولاعيبه منتخب مصر طبعا، وعندها خبرات رغم صغر سنها. على الارسال ساره امين، استقبال من ملكه، اعداد في مركز اربعه، كوره ديفنس هايل هايل هايل، كوره هتعدي في ملعب نادي الزمالك. اعداد من ايس لمريم متولي في مركز اربعه، كوره هتعدي سهله سهله سهله، كوره اعداد من دعاء في مركز اربعه لتيتيانا، كوره هتتضرب قويه جدا، كوره تتلم تاني ندى وليد، اعداد كرة هتعدي سهلة من دعاء غباشي في ملعب نادي الزمالك، ديفنس من مايا، اعداد في مركز اربعة لمريم متولي تطلعها سهلة سهلة، هتعدي سهلة كرة يعني يعني الرالي كده ماشي ما بين الفريقين في ملعبين، كرة بلوك هايل، لكن يعني الحكم اللاين مان حسب ان الكرة خارج الملعب، لكن كابتن مشير اقرب للكرة قالت ان الكرة انسايد، يعني رالي كده كرة راحت رايحة جاية رايحة جاية ما بين ملعب نادي الاهلي ونادي الزمالك، لكن بلوكات النادي الاهلي قدرت ان هي تخلص الكرة. كرة بلوك، نقطة للنادي الاهلي 13-11. احنا محتاجين في النقط دي ان احنا نقدر نفرق، محتاجين نفرق دلوقتي يا بنات. هي دي نقاط الشوط. تايم اوت طلبه كابتن حسام شكري، يعني اكيد طبعا كابتن ابراهيم دلوقتي هيطالب اللاعبات بالتركيز الشديد ان النقاط القادمة نقاط حاسمة جدا في الشوط وفي المباراة. يعني بيشرح كابتن ابراهيم زوايا الضرب والتكتيك اللي هنشتغل عليه في النقاط القادمه. يعني مدرب كبير قوي كابتن ابراهيم طبعا مخضرم، ومعاه كابتن محمود الوزير وكابتن ديمتري، يعني الثلاثه شغالين بيكملوا بعض طبعا من السكاوتنج للداتا فولي لكل الكلام ده طبعا عشان نقدر نسهل على نفسنا كل حاجه. حماس باين اهو من لاعبات النادي الاهلي، ان شاء الله هيرجعوا في الشوط وفي المباراه ونقدر نعمل كامباك ونرجع في المباراه باذن الله. على الارسال ساره امين لعبت مركز اثنين، استقبال من مريم متولي، اعداد كره تعدي السكند باس كده حلو قوي من ساره امين من دعاء غشي، كره تعدي سهله هتعدي سهله هتعدي سهله هتعدي سهله، كره معديه سهله شانس، اعداد من دعاء في مركز اربعه لتيتيانا، كره مضروبه على التاتش بلوك لكن تطلعها مايا ممدوح، اعداد من دانا في كره في مركز ثلاثه تعدي منها ندى مورجان، يعني حاولت كده مي غزال ان هي تاخد بلوك لكن ندى مورجان قدرت تعدي كده من مي غزال، وحاولت ساره امين تعمل عليها تراي ولكن الكره بتقول لها بلوك بلوك يا مي. النتيجه 12 نادي الزمالك 13 النادي الاهلي في مجريات الشوط الثالث. على ارسال مريم متولي، استقبال متوسط من مي غزال، يعني يا مي الكره المفروض تعلى قوي، يعني تعلى منك شويه او نقدم شويه يا مي ونخلي لاعبات مركز اربعه هم اللي يستقبلوا، يعني لازم يبقى في كلام شويه نتكلم مع بعض، لا اما تطلعي قدام شويه ولاعيبه مركز اربعه تقدم زي ما حضراتكم شايفين اهو. تيتيانا طلع لسه بقول تيتيانا طلعت على خط الثالثه تستقبل صوابع، كره استقبال من لاعبات نادي الاهلي، اعداد في مركز كرة يعني ملهاش عنوان كده من دعاء محمد، اعداد في مركز اربعة الملكة بلوك، يعني الكرة كانت ملهاش عنوان من دعاء بتقول لسارة امين انا رفعها لك في مركز ستة، لكن ما كانش في تناغم كده ولا كان في سجام ما بين لعبة دعاء محمد او سارة امين او دعاء غباشي في مركز ستة، ما قدرتش تعمل لها حاجة. على الارسال مريم متولي لعيبة نادي الزمالك، ارسال قصير استقبال من تيتيانا، كره ترفع في مركز ثلاثة لمايا غزال بس قصيره كده هتعدي سهله هتعدي سهله هتعدي سهله، نقدم شويه نقدم شويه نقدم 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 نقدم، والله بقول يعني الكره وهي طالعه من ايد مريم متولي بقول نقدم، باين ان هي هتحط الكره في نص الملعب، كره كده اسقاط من مريم متولي، اعتمدوا على بعض يعني الكره كانت باينه قوي ان هي هتعدي سهله في نص ملعب النادي الاهلي. كابتن ابراهيم رجع التغييره تاني، طلع مي غزال ورجع ميار خليفه، يعني حاول ان هو التغييره تبقى تجيب نتيجه، ولكن اعداد من دعاء في مركز اربعه لتيتيانا التاتش بلوك،
استقبال اعداد لتيتيانا في مركز اربعه، كوره مزنوقه، كوره مزنوقه ترجع تاني في ملعب النادي الاهلي. اعداد من دعاء، كوره كوره حلوه قوي يا دعاء. ايوه كده يا دعاء، لازم يبقى عندنا تنوع شويه في الاعداد يا دعاء. انت المفروض التيمبو او المايسترو بتاع الملعب، انت اللي بتحركي كل اللعيبه في الملعب. ما ينفعش ان احنا يكون عندنا يعني خلل او ايرور كده شويه في الاعداد. يعني تقدري يا دعاء ان انت عندك خبرات كبيره جدا. يعني كابتن ابراهيم عمل تغييره، نزل ندى حمدي ونزل مريم ثروت. يعني مريم ثروت صانعه العاب، وندى حمدي لعيبه مركز اتنين. هنشوف التكتيك او رؤيه كابتن ابراهيم في التغييره دي هتكون ماشيه ازاي. على الارسال محترفه تيتيانا، ارسال قصير على مريم متولي اعداد لملكه في مركز اربعه. كره تعدي سهله سهله سهله، كره سهله، كره تروي كده، كره تعدي سهله من ندى حمدي. ايسل اعداد من دانا في مركز اربعه الملكه. بلوك بلوك بلوك، كره خارج الملعب، كره خارج الملعب. شكرا يا ملكه، شكرا يا ملكه. كره حاولت تضربها على التاتش اوت ناحيه مركز واحد او على اللاين، لكن الكوره خارج الملعب. يعني بلوك كان واقف ندى حمدي وميار خليفه، لكن الكوره خارج الملعب. شويه روح يا بنات وحماس هنقدر نرجع والله في الجيم. ندى حمدي هي اللعيبه القادمه من نادي الصيد، من نادي الاهلي الموسم ده. اعداد في مركز اربعه، كوره بلوك بلوك بلوك، نقطه حلوه قوي قوي قوي. يعني ندى حمدي نزلت كورتين ورا بعض، بلوكين ورا بعض، هي وميار، قدرنا ان احنا نرجع في الجيم الثاني بعد ما كنا متاخرين نقطتين، بقينا ليدنج نقطه. هايل يا بنات، 16 النادي الاهلي 15 نادي الزمالك في الجيم الثالث. والله نقدر نقدر نرجع. تايم اوت طلبه كابتن حسام شكري مدير الفني لنادي الزمالك. كابتن ابراهيم اهو بيقول الارسال هيتلعب متوجه ما بين مركز خمسة ومركز ستة، والبلوكات هتأخر شوية، هنقدر ان احنا نحصل على الكرة. يعني المان اتاك او اقوى ضارب دلوقتي في شبكة نادي الزمالك هي ملكة. لو قدرنا ان احنا نوقف ملكة الموضوع هيبقى بسيط. فطبعا هنوقف ملكة ازاي؟ ان احنا نلعب ارسال قوي فنوقف لعيبة مركز ثلاثة ما يضربوش، في اللعب يبقى هاي باس، فنقدر ان احنا نسهل على نفسنا الجيم. يعني والله يا بنات شوية تركيز هنقدر نرجع في المباراة. زي ما حضرتك شايفين السكرين معمولة من لاعبات النادي الأهلي ناحية ملكة، زي ما أنا بقول لو حضرتك شايفين لاعبات النادي الأهلي رايحين ناحية ملكة في السكرين. هو الإرسال، اتلعب رسالة على مريم متولي، إعداد في مركز ثلاثة، كرة طلعها مريم ثروت، ملكة كرة تتضرب من تيتيانا، تلم في ملعب نادي الزمالك، إعداد في مركز أربعة الملكة، كرة ديفنس هايل ديفنس هايل ديفنس هايل. ولا يهمك يا ندى، يعني ندى بصراحة مستموتة وبتستقتل في كل كورة. يعني حاولت على الكورة كده، عملت ديفنس رائع من ندى وليد، لكن الكورة جت على سن الشبكة، طلعت من فيرست باص كده ملكة ضربتها في ملعب نادي الأهلي. ولا يهمكم يا بنات، لسه كتير لسه كتير نقدر. طبعا التغيير المعتادة مش محتاجين ان احنا نقول، طبعا سابين بتنزل مكان ندى مرجان على الإرسال. ان شاء الله الارسال يكون ضايع. ارسال سهل، استقبال من ندى، اعداد مريم ثروت في مركز اثنين ندى. يا نهار ابيض، يعني الكوره كده كانت مضروبه من ندى على سن الشبكه، جابت فيها شبكه. يعني ان شاء الله تكون بسيطه. كوره كانت مزنوقه كده نزلت على رجل البلوك، كوره كانت يعني مزنوقه شويه فدخلت في ملعب نادي الزمالك. ان شاء الله تكون بسيطه يا ندى، يعني باذن الله الدكتوره هتنزل لها باذن الله. يعني الدكتوره اهي معاها دكتوره هدير. ندى بتقول ان هي تمام. ندى عفوا، ندى حمدي، نقطه لنادي الزمالك. ما زالت سابين على الارسال، تلعب ارسال من مركز خمسه، استقبال من تيتيانا، اعداد من مريم ثروت في مركز اربعه، كوره تحسبها كابتن مشيره، دبل دبل على مريم ثروت. يعني خلينا اشرح لحضراتكم، الكوره الدبل دي بتبقى اللعيب بيلمس الكوره مرتين، وده طبعا غير قانوني في الكوره الطايره. زي ما حضراتكم شايفين كده حاولت تعمل اعداد، لكن الكوره دبل، الكوره بتبقى طالعه من الايد كده فيها لمستين، طبعا ده غير قانوني.
كابتن ابراهيم طبعا رجع التغييره، طلع مريم ثروت ورجع دعاء محمد تاني. يعني نقاط سهله جدا بنفقدها في اوقات صعبه او حاسمه في المباراه، بس ان شاء الله هنقدر نتدارك ونرجع تاني في الجيم. على الارسال سابين عابد، استقبال من ندى ممتاز، اداء في مركز ثلاثة ميار، كره تاتش بلوك لكن لا نادي الزمالك هتعدي سهل، هتعدي سهل، هتعدي سهل، كره اعداد من دعاء في مركز أربعة، دعاء غباشي على التاتش بلوك، كره ترجع تاني تيتيانا، دعاء محمد اعداد في مركز أربعة، دعاء غباشي، كره كره اسقاط كده، الكره كانت من دعاء محمد خارجه شويه بره الشبكه، لكن دعاء غباشي بخبرات كبيره جدا، بص الكره كانت خارجه شويه بره الشبكه مش مرتاحه، بس بخبرات دعاء غباشي الكبيره قدرت ان هي تحطها في منتصف ملعب نادي الزمالك. طبعا دعاء غباشي لعيبه منتخب مصر للكره الشاطئيه، طبعا كره الطايره الشاطئيه، ولعيبه تمتاز بالذكاء الشديد طبعا وبالخبرات الكبيره. على الارسال ميار خليفه، استقبال من مريم متولي، اعداد في مركز ثلاثه، مريم ميار خليفه طلع كوره اعداد لدعاء في مركز اربعه على التاتش، طلعها مايا ممدوح، كوره اعداد في مركز اربعه لملكه على التاتش اوت ولكن خارج الملعب. شكرا شكرا ملكه، شكرا يا ملكه، محتاجين من كده كتير يا ملكه، شكرا. كوره مرفوعه اوت اوف سيستم من دانا شوقي، حاولت بريست ايديها كده تضربها على اللاين في اخر الملعب ملكه لكن خارج الملعب. نتيجه 18 18 في الشوط الثالث من المباراه. على الارسال ميار خليفه، استقبال من ملكه مركز خمسه، اعداد في مركز ثلاثه، كوره يعني حاولت فيها تيتيانا كده اوفر هاند بس محتاجه الكوره تطلع تتزق لقدام شويه يا تيتيانا. كوره مضروبه من داليا المرشدي في مركز واحد كده، لفت بريست ايديها ناحيه تيتيانا، يعني في تكتيك كده كابتن ابراهيم بيعمله ان بيخلي تيتيانا لعيبه مركز اربعه تعمل ديفنس من مركز واحد. يعني المعتاد في الكره الطايره ان لعيب مركز اربعه في الخطوط الخلفيه بيعمل الديفنس من مركز سته او ممكن من مركز خمسه، ولكن تيتيانا بتعمل الديفنس من مركز واحد عشان تضرب من مركز واحد كمان. على الارسال دانا شوقي، استقبال من ساره امين، اعداد من دعاء في مركز اربعه، كوره مضروبه حلوه قوي، كوره مضروبه حلوه قوي قوي من دعاء غباشي، كوره مرفوعه بوش باس لدعاء غباشي تطلع تضربها بريست ايديها، كرة لا تصد ولا ترد من دعاء غباشي، نقطة حلوة قوي للنادي الأهلي. نفوق كده ونرجع في الجيم يا بنات، احنا أحسن بكتير، يعني لاعبات النادي الأهلي أو فتيات الذهب صدقوني أفضل بكتير، محتاجين بس شوية تركيز. إرسال من دعاء محمد، استقبال من مريم متولي، اعداد من دانا في مركز ثلاثة، في مركز ثلاثة كرة تطلع من دعاء محمد، اعداد من آية خالد في مركز اتنين لسارة مين هتضربها بريست ايديها، كرة ترجع من دانا، اعداد كرة حلوة قوي تطلعها ندى، حلوة قوي قوي قوي، كرة رايحة جاية في الملعب نادي الزمالك النادي الاهلي، كرة مضروبة من ملكة على التاتش، طلعها ندى وليد، كرة ترفع لدعاء في مركز اربعة، مضروبة على اللاين تطلعها دانا، اعداد من ايسل، كرة هتعدي سهل، هتعدي سهل، هتعدي سهل، برافو يا ندى، برافو يا ندى، ترفع دعاء في مركز اثنين لسارة امين على التاتش، برافو 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 يا سارة، هايلة يا سارة، لعيبة عندها ثبات انفعالي كبير جدا سارة أمين، يعني في النقاط العصيبة بصوا عندها ثبات، بتلعب على التاتش أوت بخبرات كبيرة جدا، ولا بقى بقوة ولا هي بريست ايديها على التاتش لاين مع مايا ممدوح قدرت إن هي تجيب نقطة بكل سلاسة سارة أمين، يعني لعيبة خبرات كبيرة أوي بصراحة سارة أمين، يعني كابتن مشيرة بتدي إنذار لكابتن نادي الزمالك حسام شكري اعتقد للاعتراض. يا بنات نضغط دلوقتي، نضغط دلوقتي، الجيم دلوقتي 20 النادي الاهلي 19 نادي الزمالك في الشوط الثالث، نقدر نقدر تشجيع اهو زي ما حضراتكم شايفين من لاعبات النادي الاهلي خارج الملعب الاحتياطي. على ارسال دعاء محمد صانعة الالعاب، استقبال من مريم متولي، اعداد في مركز اثنين لملكة ناخر، ناخر ناخر ناخر، كرة حلوة قوي حلوة قوي، برافو يا ندى، هايلة يا ندى، كرة هترجع تاني هترجع بلوك بلوك بلوك، كرة حلوة قوي هترفع لتيتيانا اضربي، كرة هتضرب من دعاء، برافو، كرة رايحة جاية كده، كرة اعداد في مركز اربعة لمايا على التاتش بلوك، ولا يهمك يا ندى ولا يهمك، يعني ندى بتحاول بكل استقتال وروح قتالية ان هي على الكورة كده لكن ما قدرتش تتعوض يا بنات. يعني ايه خالد كده حاولت ان هي تاخر في البلوك
ولكن الكرة كانت مضروبة على التاتش اوت في آخر الملعب. تايم اوت طلبه كابتن إبراهيم. طبعا النقط الحاسمة في نهاية كل شوط بتبقى محتاجة كوتشنج او كاتشانة من الكوتش خارج الملعب بصورة كبيرة علشان خاطر يقدر يشرح واللاعبات تنفذ السيستم. كابتن محمود الوزير باللابتوب طبعا بينقل لكابتن إبراهيم التفاصيل اللي احنا هنشتغل عليها. يعني زي ما حضرتك شايفين كابتن إبراهيم بهدوء شديد جدا بيشرح. يعني احنا محتاجين نكون هادين ونكون مركزين. يعني لو قدرنا ان احنا نكون هادين ومركزين هنقدر ان احنا قراراتنا كلها في الملعب هتكون صحيحة. هنتشد وهنتوتر كل القرارات هتبقى مش مظبوطة. فخلينا نشوف طبعا النقاط الحاسمة في الشوط الثالث هتوصلنا لفين. على الإرسال ملكة صانع لاعبة مركز أربعة المحترفة البرازيلية تلعب إرسال تاني شوية. وفاء استقبال كرة هتعدي كرة هتعدي. يعني الكرة استقبال كده كان مزنوق من دعاء غباشي لدعاء محمد ما قدرتش تعمل لها حاجة. يعني حاولت ترفعها كده سريع لكن الكرة كانت أسرع من لاعبة مركز ثلاثة آية خالد. على الإرسال ملكة بتلعب إرسال من مركز واحد كده تنس وهي واقفة. استقبال ممتاز من ندى. كرة مرفوعة كرة يعني الكرة كانت مرفوعة بايب من مركز ستة لتيتيانا. حاولت تحطها سكوت كده في ملعب نادي الزمالك ولكن تريبل بلوك او ثلاثة بلوك من لاعبات نادي الزمالك قدروا ان هم يوقفوا تيتيانا. كابتن ابراهيم خد تايم اوت تاني. تايم اوت التاني ليه طبعا بيقول ان احنا ما اتفقناش على السيستم ده. فان شاء الله باذن الله باذن الله ما فيش مستحيل وهنقدر نرجع في الجيم ونرجع في المباراة. يعني صدقوني ان شاء الله باذن الله هنرجع. شويه تركيز بس في الكوره الاولى ودعاء محمد تقدر ان هي تكون اريه بلوكات نادي الزمالك بشكل صحيح. هتقدر ان هي تخالف البلوكات نادي الزمالك وترفع الكوره ان شاء الله بسنجل بلوك فنقدر نخلص الكوره بسهوله. ارسال من الملكه استقبال دعاء محمد في مركز أربعة لساره امين على التاتش بلوك لكن تتلم. كوره مرفوعه المري متولي بلوك هايل 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 هايل. يا بنات نستغل الكور دي يا بنات اكتر. كوره مرفوعه في مركز أربعة المريم متولي بلوك من دعاء غباشي وآية خالد. هايلين هما الاثنين بلوك. يعني بلوك هايل في منتصف ملعب نادي الزمالك ما قدروش يعملوا لها حاجه. النقطه ال21 للنادي الاهلي 22 نادي الزمالك في الشوط الثالث. يلا يا دعاء غباشي ارسال فلوتر استقبال من ايسل اعداد في مركز ثلاثة والله بنقول في مركز ثلاثة. كرة باينة قوي انها تترفع لداليا المرشدي في مركز ثلاثة. يعني دانا شوقي كده علقت ايديها رفع ايديها معلقة ايديها. عمرها ما هتقدر تقلب الكرة في مركز اثنين او في مركز اربعة. ما كانش هيبقى عندها خيار غير داليا المرشدي. طبعا التغيير المعتاد طبعا في ملعب نادي الزمالك بخروج داليا المرشدي ونزول اللعيبة نور إيهاب عزمي. يعني هم التغييرين اللي بيعملوهم دايما على الإرسال في نادي الزمالك. على الإرسال نور عزمي استقبال من ندى وليد إعداد من دعاء محمد في مركز أربعة لتيتيانا كرة فينس من ملكة إعداد في مركز أربعة بلوك 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 بلوك. كرة تتلم من نور عزمي كرة هترفع في مركز أربعة لمريم كرة انصايد. كرة داخل الملعب يعني كرة كده من مريم متولي برست ايديها في اخر مركز ستة تجيب نقطة لنادي الزمالك. النتيجة 24 نادي الزمالك 21 نادي الاهلي. نقطة الشوط والمباراة لنادي الزمالك. على الارسال نقطة للنادي الاهلي شكرا. يعني خطأ كده في الدوران بلاعبات نادي الزمالك. يعني كابتن حسام شكري كده بيعترض على كابتن مشيرة بيقول ان لاعبات نادي الزمالك وهم نور بتلعب الارسال واقفين في الدوران بتاع البوزيشن بتاعهم البوزيشنينج بتاعهم غلط. فنقطه للنادي الاهلي. النتيجه 22 للنادي الاهلي 24
نادي الزمالك على الارسال. يا خالد رسال في لوتر، استقبال متوسط، الكوره هترجع سهله، هترجع سهله، هترجع سهله، هترجع سهله. ديفنس من ايه خالد، احنا في مركز اربعه، لتيتيانا في مركز اربعه، كوره على التاتش بلوك، كوره هايله 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 هايله. برافو يا تيتيانا، برافو، هايل يا بنات. والله ما في مستحيل نقدر نرجع، نقدر نرجع، والله ما في مستحيل نقدر. كوره على التاتش اوت من تيتيانا على مايا ممدوح، وندى مرجان ما قدروش يعملوا لها حاجه. نقطة 23 للنادي الأهلي، نقدر نعمل كامباك والله عظيم، ونقدر نرجع في المباراة. إرسال آية خالد من مركز خمسة، تلعب إرسال فلوتر جوم، يلا يا آية، يلا يا آية، إرسال فلوتر، استقبال إعداد في مركز أربعة. ناخر ناخر ناخر، كرة سهلة سهلة سهلة، تيتيانا 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 تيتيانا، كرة تاتش أوت، كرة انفرادة. يعني الكورة كده حاولنا فيها ولكن ما قدرناش نعمل لها حاجة، لينتهي الشوط 25-23 لنادي الزمالك، وتنتهي المباراة لنادي الزمالك 3-0، لنحتكم لمباراة فاصلة إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. كده نتيجة المباريات البلاي أوفز 1-1 ما بين الناديين، لنحتكم مباراة ثالثة إن شاء الله يوم السبت. شكرا لكم، كان معكم كريم جمعة، شكرا.